مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من رأي عام. في فترة الخمسينات والستينات كان الحديث عن القومية العربية بياخد زخم لم يحظى به من قبل، ويمكن قبل هذا التاريخ ما كانش في حديث عن القومية العربية. في كتاب حياتي للمفكر المصري أحمد أمين قال إن أول مرة يسمع فيها كلام عن وحدة الأمة العربية من المحيط للخليج كان أول مرة يسمعه كان سنة 1954 لما كان بيدرس للطلاب اللي جايين من الشام، وكانوا بيقنعوه بالفكرة، فكرة القومية العربية. فالموضوع بس ما كانش مقتصر على مصر، ولكن كنت هتسمع هذه الجملة أو هذا المصطلح اللي هو القومية العربية في بلدان عربية عديدة. لكن طبعا بسبب دور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اللي ارتبط اسمه أكتر بهذا المفهوم، مفهوم القومية العربية، يمكن كمان بسبب أنه مصر خلال هذه الفترة ساعدت أغلب الدول العربية على نيل الاستقلال. لكن الملاحظ أن فكرة القومية العربية بدأت تتراجع وحل محلها وحل مكانها تيارات سياسية أخرى. لكن طوال عقود طويلة بعد تراجع الفكرة بدأ المفكرين وبدأوا المنظرين طوال الوقت يتحدثوا ويتكلموا عن ضرورة القومية العربية وكأنها الحاضر الغائب وكأنها انتهت. في هذا المجال هتلاقي كمية تنظير حوالين هذا الموضوع، وهتلاقي كمية كتب عن الفكرة ومقالات وأسئلة من باب ماذا أنجب لنا رحم القومية العربية، وهل فكرة القومية العربية من الأساس كانت ملائمة للواقع أم لم تكن الممارسة بالشكل المطلوب، وهل ساهمت القومية العربية في نشر الفكر الإسلامي المتطرف، وأسئلة بتبدأ ولا تنتهي. لكن يعني مدام هذا التنظير كان شغال عمال على بطال من عقود ولا يتوقف، هتلاقي الممارسة الشعبية بين كافة الدول أو بين شعوب كافة الدول ملهاش دعوة ولهاش أي علاقة بالتنظير ده، لها علاقة بالممارسة المبنية على مفهوم أن العرب كلهم أخوة ومفيش حدود بتفرق بينهم. عايز أفكر حضراتكم، من 10 شهور كان في طفل مغربي اسمه ريان وقع في بئر عميقة وفضل في هذا البير حي لمدة 5 أيام. طبعا بذلت محاولات كتيرة عشان ينقذ، لكن هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح، توفاه الله، توفى ريان، وكلنا بنتذكر هذه القصة. هنا في مصر وفي كل الدول العربية وللأمانة في العالم كله كان الكل بيتابع هذا الحادث اللي البعض ممكن يشوفه حادث بسيط ممكن يحصل في أي مكان في العالم، لكن كنا بنتابعه بكل ترقب بكل قلق، كنا بنشوف دعاء المصريين هنا ونحس أنه هذا الطفل هو يعني ابن لكل واحد مننا، أنه كل واحد بيدعي وكأنه بيدعي لابنه. والموضوع هنا كان زي ما بيقولوا بلغة السوشيال ميديا كان ترند وكان حديث الساعة وقتها. لا الناس وهي بتتكلم عن الطفل ريان لا عمرها تكلمت لا عن القومية العربية ولا يعني ناس كتير منهم وعدد كتير منهم عمره ما أرى اللي المنظرين والساسة كتبوه وبيكتبوه كل يوم في موضوع القومية العربية، ولا حاولوا حتى يردوا على أسئلتهم. هم عايشين شعور طبيعي أو عاشوا ساعتها شعور طبيعي، شعور ما فيهوش مزايدة ولا إحسان ولا حسابات. المغرب نفسها امبارح فاجأتني وفاجأت العالم كله بالوصول لدور الربع النهائي في مونديال الدوحة بعد ما قدرت أنها تفوز على إسبانيا وتخرج إسبانيا مبكرا من كأس العالم بعد ما كانت إسبانيا أحد الأسماء الكبيرة المرشحة للفوز ببطولة كأس العالم. أكيد حضراتكم عشتوا وشفتوا حالة المصريين وهم بيتابعوا هذه المباراة، وساعتها كنت تحس أن مصر هي اللي بتلعب مش المغرب. بتشوف الفرحة هي فرحة المصريين لما منتخب مصر بيلعب في مباراة كبيرة ومباراة فارقة، حتى أنه يعني زمايلي وأصدقائي اللي برا مصر مجمعين نفسهم وقاعدين بيتفرجوا على الماتش وهم لابسين تيشيرتات المنتخب المغربي. عاوز أقول لحضراتكم حتى اللي كان بيشجع المنتخب الإسباني تحول امبارح وكان بيشجع المغرب. مشهدين، مشهد التعاطف والحزن والأسى مع قصة الطفل ريان، ومشهد الفرحة العارمة لفوز المغرب أمس. تحس أنه هذين المشهدين بيجوا مع مشاهد أخرى علشان ينتزعوا رسالة واضحة وحقيقية ولا تنتظر إجابات المثقفين ولا المفكرين عن هذه الأسئلة، وهذه الرسالة
تقول وتبرهن بشكل واضح وصريح أنه القومية العربية أبعد وأعمق من النظريات ومن التنظير. على كل حال هيكون لنا وقفة بعد شوية مع فرحة الشعب العربي باللي حققه المنتخب المغربي لحد دلوقتي، لكن خلونا نشوف معانا إيه النهاردة. الرئيس يشهد اختبارات كشف الهيئة للمتقدمين للكليات العسكرية، ومجلس الوزراء يرد على تساؤلات الرأي العام بشأن الأداء الاقتصادي، قمة عربية صينية بالسعودية، القبض على خلية إرهابية بألمانيا خططت لاقتحام البرلمان، الأسواق العشوائية في مصر على طريق التطوير، وليلة مصرية مغربية. رحب بحضراتكم من جديد، والبداية من خبر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي شهد النهاردة اختبارات كشف الهيئة للمتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية زي الكلية الحربية، الكلية البحرية، الكلية الجوية، كلية الدفاع الجوي، وأيضا الكليات العسكرية التي تشمل الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والكلية العسكرية التكنولوجية. وكان في استقبال سيادته في مقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. كلما سنحت الفرصة بيحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حضور هذه الاختبارات، ويمكن هذه الاختبارات هي اختبارات فاصلة لكل المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية، سواء كانت الكلية الحربية أو الكلية الجوية أو الكلية البحرية أو أي من الكليات اللي ذكرتها لحضراتكم. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال بأنه الرئيس شاهد عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية بالأكاديمية والكليات العسكرية، شاهد كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي حصل عليها وصولا لكشف الهيئة، وأنه سيادته تمنى التوفيق والنجاح للطلبة المتقدمين لنيل شرف الالتحاق بالمؤسسات العسكرية العريقة واجتياز الاختبارات التي تتم وفق أحدث المعايير العلمية الدقيقة بكل حيادية وبكل شفافية وتجرد. هذه المعايير التي تتمسك بها القوات المسلحة المصرية، يمكن زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو السيد الرئيس في داخل القاعة التي يجري فيها كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية العسكرية. وزي ما قلت لحضراتكم كلما تسنحت الفرصة يحرص السيد الرئيس على حضور هذه الاختبارات بنفسه، ويقوم أيضا بمناقشة الطلاب وطرح أسئلة عديدة عليهم. هؤلاء الطلاب الذين سيشكلون العمود الفقري للدفاع عن الوطن ضد أي تهديدات خارجية. النهاردة مجلس الوزراء قام بخطوة إيجابية وخطوة جاءت في وقتها، لأنه في ناس كتيرة جدا كلنا تقريبا بنتكلم عن الوضع الاقتصادي، بنتكلم عن قضايا عديدة، وهناك العديد من الأسئلة التي قام مجلس الوزراء النهاردة عبر موقعه الإلكتروني بالإجابة عن العديد من الأسئلة التي تتردد داخل المجتمع المصري. أهم تلك النقاط أنه دحض الإشاعات التي تتردد من قبل أعداء البلد حولين أنه مصر مش هتقدر تسدد مديوناتها الخارجية. مجلس الوزراء بيؤكد أنه مصر ملتزمة بسداد مديوناتها الخارجية وأنها قادرة على هذا الجانب، وأنه هناك تبني لنهج متكامل للإصلاح تحقيقا للانضباط المالي، وأنه الدين الأجنبي في الحدود الآمنة، وأنه معظم الديون الخارجية هي ديون متوسطة وطويلة الأجل، وأنه المؤشرات الاقتصادية بشهادة جميع المؤسسات الدولية
المؤسسات الاقتصادية الدولية تعزز قدرة مصر على سداد ديونها. دي جزئية. الجزئية الأخرى اللي أشار لها مجلس الوزراء أيضا أنه هناك مساعي مستمرة لخفض مستويات العجز في الموازنة العامة. وأيضا أشار مجلس الوزراء النهاردة إلى إشادة صندوق النقد بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي، وأنه البنك الدولي بيتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد إلى 4.8% خلال العام الحالي. أنا معايا دكتور محمد باغا، أستاذ الإدارة واقتصادات والتمويل والاستثمار. دكتور محمد مساء الخير يا فندم. الخير يا دكتور عمرو، أهلا بحضرتك. يمكن أسئلة عديدة تعرض لها النهاردة مجلس الوزراء في هذا التقرير، لا سيما ما يتعلق بالدين الخارجي وما يتردد في المواقع والقنوات المناوئة للدولة المصرية من أن مصر لن تستطيع سداد ديونها الخارجية. كيف قرأت هذا التقرير؟ هو في الحقيقة دكتور عم دايما الاقتصاد المصري لما بينمو وبيكبر وبيزدهر وبيكون فيه مرونة أكتر، حضرتك هتلاقي يعني هجوم من أطراف طبعا ليها طبعا أيادي بتلعب في الموضوع ده، ودايما تقارير بتصدر أو شائعات بتصدر لتشويه أو تسويد الصورة بالنسبة لأي تقدم بيحصل في الاقتصاد المصري، ومن ثم بس الخوف أو القلق في الناس. وده يمكن حالة لما بتتكون هي للأسف بتعمل نوع من الركود أو نوع من الكساد الاقتصادي في مجتمع ما. لما نيجي نشوف المؤشرات يا دكتور عمرو، لو ناخدها كده من بعد ثورة 2011، هنلاقي أنه كان الاقتصاد المصري في عصرات كتيرة جدا في أمره، ونجحت الدولة المصرية في أن هي تعبر هذه المرحلة الصعبة جدا. في فترة ما بعد 2013 وأحداث العنف اللي مرت بها البلاد، ولم تتأثر الحالة الاقتصادية أو يكون في منتجات تائبة عن المواطن بشكل عام، أو أن مصر مثلا لحق بها سمعة دولية غير جيدة أن هي غير قادرة على سداد مديونيتها. لما وصلنا لحالة الإصلاح الاقتصادي اللي تمت من 2015 إلى عام ما قبل الكورونا، وقدرت مصر في خلال هذه الفترة أن هي تصنع نجاحات اقتصادية، من ضمنها مثلا تراجع عجز الموازنة، من ضمنها أنه يبقى فيه وفر من النقد الأجنبي، أنه الاحتياط النقدي عند حضرتك من العملة الصعبة بيرتفع بعد ما كان أرقام أحادية. بقى نتكلم النهاردة على ما يقرب من 50 مليار دولار، لولا حدثت كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية تراجعنا إلى حوالي 35 مليار دولار. بدأ الاقتصاد المصري يكون فيه قطاعات منتجة ومدرة ما كانتش موجودة قبل كده. ارتفاع دخل قناة السويس لما كنا بنتكلم على 5 مليار دولار تقريبا، نتحدث النهاردة على أكثر من 7 مليار دولار. نتحدث عن صادرات زادت بنسبة، كنا بنتكلم في حدود 25 مليار دولار، النهاردة بنتكلم في حدود 45 مليار دولار. بنتكلم على قطاعات منتجة دخلت جديد في قطاعات الاقتصاد المصري لأول مرة، ومنها طبعا الصناعات الاستخراجية و زي الغاز الطبيعي، واللي بقى عندنا مليار دولار شهريا بيضافوا للدخل القومي المصري. بقى عندنا النهاردة نوع من الاكتفاء الذاتي بالنسبة لبعض المنتجات الزراعية وخاصة الخضر والفاكهة. بقى عندنا قطاعات موجودة في الزراعة، في الصناعة، في تطوير منظومة النقل والطرق والبنية التحتية في مصر، في الإنفاق اللي بيوجه لحياة كريمة، ومن ثم الصناعات اللي هتقام في الريف المصري بشكل عام. بنتكلم على التطوير اللي حصل في العشوائيات وما يتبعها من صورة جيدة للدولة المصرية. فمن أين يأتي الإفلاس أو من أين التعثر في سداد الدولة لمديونيتها؟ بالعكس، احنا بنتكلم على معدل مديونية أقل من نسبة 103% إلى 84%. بتكلم يا دكتور عمرو على نسبة الدين العام لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي، وده حدود آمنة جدا. لما نيجي نبص على دول متقدمة بنقول عليها أنها دول قوية اقتصاديا زي اليابان على سبيل المثال، هنلاقي أنه نسبة الدين العام في اليابان إلى الناتج المحلي الإجمالي الياباني حوالي 231%. وده يمكن يعني هذه الميزة اللي عند مصر هي التي تطمئن الجهات المانحة إلى إقراض الحكومة المصرية، مش كده؟ بالنسبة طبعا للجهات المانحة، هي عمرها ما بتقوم بإقراض دولة ما إلا لو كانت متأكدة
ان اقتصادها اقتصاد مرن وقادر على ان هو يولد عوائد ومن ثم تسديد المديونيات دي. واولا مصر لجأت الى صندوق النقد الدولي في الفتره الاخيره اعتقد لسبب جوهري قبل ما نكون في احتياج لهذا التمويل، انه المستثمر الاجنبي، واحنا في الوقت الحالي بنسعى جاهدين لتطوير منظومه الاستثمار الاجنبي المباشر، يعني المستثمر يجيب فلوسه ويدخل بها مصر، ان احنا عايزين وثيقه دوليه وشهاده تدل المستثمر الاجنبي على صمود وقوه الاقتصاد المصري. المستثمر الاجنبي يا دكتور عمرو بيقرا عننا اكثر ما احنا عارفين عن نفسنا، يعني هو بيلجأ لمثل هذه المؤسسات، سواء مؤسسات التمويل الدوليه زي البنك الدولي او صندوق النقد الدولي او بعض المؤسسات المانحه الاخرى، والمؤسسات دي بتطلع تقارير من عندها تؤشر لمدى قوه ومتانه الاقتصاد لدوله ما. فهو بيجيب هذه التقارير وبيفحصها جدا وبيقراها جدا، ومن ثم بيتكون عنده الصوره ان الدوله دي قادره على ان ما فيش فيها اضطرابات سياسيه، الدوله دي فيها منظومه اقتصاديه جيده، الدوله دي فيها قوانين واطر وتشريعات منظمه للاستثمار بتاعه، الدوله دي فيها عوائد كويسه مقابل مخاطر قليله، كل هذه الامور بينظر اليها المستثمر، ومن ثم بتكون بمثابه وثيقه لي ضامنه لنجاحه في استثماره اللي هو محتاج ان هو يدخل فيه في البلد. النهارده بنشوف يا دكتور عمرو شركات دوليه بدات ان هي تيجي مصر علشان تحقق هذا الاستثمار المباشر، يعني عندنا شركه سيمنز وما قامت به من مشروعات متطوره وهائله جدا في مصر، عندنا شركه زي بيجو قررت ان هي خلاص تنزل وتصنع منتجات للسيارات بتاعتها في مصر، عندنا مصانع بتفكر ان هي تيجي وفي يعني عفوا المقاطعه، وفي العموم من الجيد ان يصدر مجلس الوزراء هذا التقرير لكي يجيب على الأسئلة العديدة التي يعني يتحدث عنها محبو الدولة وكارهوها. أنا معلش على ضيق الوقت، شكرا جزيلا دكتور محمد باغا أستاذ الإدارة والتمويل والاستثمار، شكرا جزيلا لحضرتك. تحول إلى العاصمة السعودية الرياض، والنهاردة الرئيس الصيني شي جين بينغ وصل إلى المملكة العربية السعودية ليشهد ثلاث قمم، القمة الأولى هي قمة سعودية صينية، والثانية قمة سعودية عفوا صينية خليجية، وثالثة قمة عربية صينية، بنفس سيناريو الزيارة التي قام بها في يوليو الماضي الرئيس الأمريكي جو بايدن في ما يتعلق بالقمة العربية الصينية. سيكون بإذن الله حاضرا فيها طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مترأسا لوفد مصر إلى هذه القمة. ماذا يجري في الرياض؟ ده سؤالي اللي هطرحه على زميلي نشأة ديهي الموجود حاليا في العاصمة السعودية. مساء الخير نشأة، ما هي الأجواء التي تحيط بهذه ليس فقط القمة ولكن القمم، ثلاث قمم سيكون طرفها الصين؟ مساء الخير عمرو، ومساء الخير السادة المشاهدين. الحقيقة الأجواء المحيطة بالقمم الثلاثة ربما بتختلف اختلافا كبيرا عن الأجواء التي كانت محيطة بالقمة الأمريكية العربية والخليجية والسعودية خلال الفترة الماضية. يعني بالتأكيد تابعت عمرو وتابع كل السادة المشاهدين هذه الاستقبالات الحافلة من المملكة العربية السعودية إلى الرئيس الصيني الذي حل ضيفا على المملكة العربية السعودية اليوم، وصل الرياض استقبال حافل، استقبله يعني الملك سلمان بنفسه في القصر وقام بجولة معه داخل القصر، وكان هناك حفاوة ربما يعني لها أكثر من دلالة خلال هذه الساعات. بالتأكيد لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية والبيت الأبيض والمراقب الأمريكي بعيد عن ما يجري هنا في الرياض، حيث كان هناك متابعة دقيقة لما يجري ومحاولة للمقارنات والمقاربات مع زيارة مماثلة في أجواء مماثلة للرئيس الأمريكي جو بايدن. لكن دعني عمرو أوضح هنا أن هناك نمطا جديدا من العلاقات العربية الصينية أو العلاقات العربية مع الكتل الدولية والقوى الدولية
بعدما وصل كما تحدثنا من قبل في أكثر من مناسبة، وصل الكونسورتيوم العربي أو هذا التوجه العربي التنموي الإصلاحي لتقوده مصر والمملكة العربية السعودية ودول أخرى، ربما أصبح الآن في حالة فطام سياسي كما تحدثنا من قبل، وأصبحت الدول العربية هي التي تقود الإقليم وليست في حاجة إلى مساعدات من دول كبرى، ولا يمكن أن تقبل مرة أخرى أن تكون جزء من تحالفات. هناك نمط جديد من العلاقات مبني على المصالح المشتركة، مبني أيضا على أن المنطقة والإقليم هناك من يدير هذا الإقليم من داخل الإقليم، وداعا للفترة التي كانت يحكم فيها الإقليم من خارج الإقليم. أتصور أنه الرئيس الصيني وصل إلى هنا بعد مرحلة طويلة من العلاقات التي كانت تبنيها الصين في صمت شديد، يعني الصين والنمط الصيني في بناء العلاقات الدولية والتسلل أيضا ربما الناعم إلى باقي الدول. هنا كما أعلنت الصين بأنه هذه أكبر تظاهرة دبلوماسية، أكبر وصول دبلوماسي خارج الصين إلى الدول العربية أو المجموعة العربية، بيؤكد تماما أنه الصين كانت عازمة على الوصول إلى هذه النقطة، وأنا أطلق عليها التتويج الصيني في المنطقة، لأنه هناك أيضا نظريات كثيرة بتقرأ هذا الحدث أو هذه القمم على أنها إعادة تغيير لشكل المنطقة، وأنه هناك تفكيك للتواجد الأمريكي في المنطقة، تفكيك بطيء وبيحل محله الصين. هذا مفهوم خاطئ 100%. هذه المنطقة لا يوجد فيها فراغ حتى يقوم أحد القوى الكبرى بملئه. الولايات المتحدة الأمريكية لها مصالحها ربما تكون خارج الإقليم الآن، لكن الصين بتتواجد هنا تتويجا لتاريخ طويل من 66 عندما اعترفت مصر بجمهورية الصين الشعبية، والعلاقات الاقتصادية ومشروع الحزام والطريق ومبادرة الأمن الصينية ومبادرة التنمية الصينية، كل هذه المبادرات ربما ألقت بالضوء على أن هناك جذور وترسيخ لعلاقات صينية عربية. لكن دعني عمرو هنا أوضح أن هناك مطالب أو هناك ما ينتظر العرب من الصين وما تنتظر الصين من المجموعة العربية، وإنجاز أن نطلق عليها الكونسورتيوم العربي. تطلب الدول العربية من الصين أن تتبنى معها القضية الأم، قضية فلسطين ومخرجات الجزائر، أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية دون نزاع، أن تكون الصين مع الدول العربية على نفس الخط، منع التدخل أو رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، تعزيز مكانة الدولة الوطنية بشكل كبير دون تدخل واستخدام أوراق سياسية أو أوراق مثل أوراق حقوق الإنسان، أيضا التنمية على أساس المشاركة والشراكات ليس التحالفات. تريد الصين من الدول العربية والمجموعة العربية أن يكون هناك الاعتراف على نفس الخط بصين موحدة، بألا تكون هناك أي اعتراف بتايوان. المسائل الخاصة في تيبت وتايوان وهونغ كونغ دي مسائل داخلية، وأن هناك صين موحدة. نعم. أيضا تحتاج الصين من الدول العربية الاستمرار في الإمداد بالطاقة والغاز، لأنه 50% من ما تستورده الصين من الخارج يأتي من المنطقة العربية. معك عمرو. طيب نشأت، يمكن أنت أشرت إلى قضية العرب الأولى، القضية الفلسطينية، ويمكن في هذا الخصوص يعني بيشير عديد من المراقبين أنه الصين ربما دعمها هو دعم دبلوماسي أكثر منه يعني دعما حقيقيا وواقعيا، لأنه الدبلوماسية الصينية هي دبلوماسية التأني وعدم المغامرة باتخاذ مواقف يعني راديكالية، حتى أنه يعني تاريخها في مجلس الأمن كعضو في مجلس الأمن من الأعضاء الخمسة دائم العضوية، يقول بأنها تتبنى دائما وأبدا مسألة عدم التصويت، الامتناع عن التصويت، يعني الجلوس في المنطقة الرمادية. لكن دعني يعني أسألك، هل تشعر أنت وأنت كنت في تغطية القمة الأمريكية العربية وأنت تغطي الآن القمة العربية الصينية، هل تشعر بالفرق في ما يتعلق بأنه الصين أو الزعيم الصيني يأتي وبلاده ليست محملة بأي فواتير للمنطقة العربية والدول العربية، ليست هناك ربما ملفات شائكة بين الطرفين، على العكس عندما جاء إلى السعودية جو بايدن؟ يعني أنا أتفهم تماما يعني ما تقصده عمرو، بأنه الصين لم يكن لها
مواقف صارخة صادمة في المنتديات الدولية، لكنها كانت بتدعم دعما لطيفا إنجاز التعبير، أو دعما يعني في نوع من المجاملات، أو في نوع من يعني التأييد الصامت للقضية العربية بشكل عام. وهذا هو ديدن الصين في كل القضايا. الصين لم تكن في يوم من الأيام يعني تحمل لواء حرب أو تدخل أو تقوم قوات المسلحة أو الجيش الصيني يقوم باستباق البرامج التنموية. يعني نحن نفهم جميعا ذلك. وأيضا هنا في المملكة العربية السعودية وحتى وسائل الإعلام والصحافة والمفكرين المتواجدين هنا يعلمون تماما أنه هناك فرق كبير جدا بين مكونات القوة الصينية ومكونات القوة الأمريكية. مكونات القوة الصينية بتعتمد على التنمية والشراكة، وربما يعني هناك الصبر على كل القضايا أن تحل ذاتيا، لكن لا يمكن أن ينتظر العرب من الصين أن تتحرك في مجلس الأمن لاستخدام حق الفيتو في قضايا معينة. نحن نفهم جميعا ذلك، لكن ربما الأجواء وما أستشعره من فارق كبير بين الاستقبال السعودي تحديدا للجانب الأمريكي والاستقبال السعودي للجانب الصيني. هناك فرق كبير جدا ربما بيغذيه هذه التصريحات الأمريكية المناوئة لولي العهد فيما سبق، والتصريحات الخاصة بالرئيس الأمريكي بايدن التي تتحدث عن المملكة العربية السعودية. ربما هناك أيضا نوع من الرد السعودي الناعم على هذه التصريحات الأمريكية من خلال استقبال في نوع من الدفء الشديد للزعيم الصيني. لكن في كل الأحوال يعني دعني أوضح للمشاهد الكريم أنني هنا لا أقصد، وربما أيضا الدول العربية لا تقصد، أن تستبدل الراعي الأمريكي بالراعي الصيني. أقول أنه وصلت المنطقة، وصل الإقليم، وصل القادة إلى مرحلة الفطام. لا يمكن الاعتماد مرة أخرى على قوة دولية، وإنما الدول العربية قررت بشكل عام، وأنت تعلم عمر جيدا هذا، القيادة المصرية، القيادة السعودية، الإماراتية، الأردن، المغرب، العراق، إنه المنطقة تستطيع من خلال قادتها قيادة نفسها بنفسها، ولا يوجد ما يسمى بالفراغ في المنطقة، ولا يمكن أن تعتمد وتضع كل الرهانات العربية على فصيل من الفصائل الدولية. يعني الرهانات العربية الآن هي رهانات على العرب، هي رهانات على المقدرات العربية، هي رهانات على القدرة العربية والمقدرة العربية. لكن في هذا التوقيت مرحلة تحولات كبرى بيشهدها العالم، سواء تنافس صيني أمريكي بيتحول إلى صراع صيني أمريكي ثم يخفت ويعود مرة أخرى إلى نوع من التعاون المبطن، الدول العربية تعلم جيدا أنه لغة المصالح أصبحت اللغة الوحيدة المفهومة والمعتمدة عالميا. لذلك أجد أنه طلب الدول العربية من الصين أن يكون هناك اصطفاف بين الصين والدول العربية في مخصوص القضية الفلسطينية، الاستمرار في المحافل الدولية، في الضغط في هذا الاتجاه، لأنه هذه هي اللبنة الأولى لبناء سلام في المنطقة وفي الإقليم. في المقابل الصين بتحتاج الدول العربية أيضا في عدم الاعتراف بتايوان وعدم الاعتراف ببعض القوى الانفصالية داخل الصين. أعتقد أنه إذا جاز لنا أن نقول أن هناك قوة عربية وهناك قوة صينية، كلاهما يحتاج للآخر في هذه المرحلة. وأتصور أيضا عمر أنه كان هناك تصريحات عربية مسؤولة بتتحدث على أنه الصين لن تكون بديلا للولايات المتحدة الأمريكية، فالعلاقات الاستراتيجية العربية الأمريكية موجودة وراسخة وفعالة رغم ما يعتريها بين الفينة والفينة من يعني توتر أو برود أو جمود مثل ما يحدث يعني بين كل الدول. لكن في كل الأحوال هناك سياق علاقات عربية صينية، سياق علاقات عربية أوروبية، سياق علاقات عربية أمريكية، وهذا لا يمثل كل منهم بديل الآخر. أشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز نشأت الديهي من الرياض، وسنتابع معك بالتأكيد غدا وبعد غد فعاليات القمم السعودية الصينية، الخليجية الصينية، والعربية الصينية. شكرا جزيلا نشأت. طيب، من السعودية إلى ألمانيا. النهاردة يمكن حصلت حاجة ما بتحصلش كتير في دول كبرى، دول متقدمة. يمكن محاولات الانقلاب يعني مرتبطة بدول العالم الثالث، بدول يعني ليست يعني من في مصاف الدول الكبرى. لكن اللي حصل النهاردة أنه السلطات الألمانية ألقت القبض على مجموعة من الشخصيات اليمينية المتطرفة
أعضاء في حركة اسمها حركة مواطني الرايخ، ضباط سابقين في الجيش، عددهم حوالي 25 شخص في عدة أماكن في البلاد، يشتبه في أنهم كانوا يعدون للتآمر للإطاحة بالحكومة وإحداث فوضى في البلاد والاستيلاء على السلطة. ده اللي قالته وسائل الإعلام وبعض المسؤولين الألمان. ماذا حدث بالتفصيل؟ هل يعني استقبل المجتمع كيف استقبل المجتمع الألماني هذه الأنباء؟ كيف يتفاعل معها الداخل الألماني؟ هل هي يعني مفاجأة بالفعل أم أنه حدث عارض؟ خلوني أروح إلى برلين عبر سكايب مع الأستاذ أكثم سليمان، الكاتب والباحث السياسي. أستاذ أكثم، مساء الخير. مساء النور، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. يعني قراءتك لما جرى، هل هي مسألة مفاجئة؟ نصف مفاجئة، دعنا نقول. لماذا؟ موضوع مواطني الرايخ وما يسمى بهذا الاسم مواطنو الرايخ موضوع قديم يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، لكن في السنوات الأخيرة نعم كان هناك حالات تصادم أو احتكاك. في العام 2017 قتل شرطي من قبل أحد هؤلاء عند تفتيش منزله، هناك حديث أو هجمة وقعت على البرلمان الألماني قبل حوالي العام. إذن بدأت الأمور تأخذ منحا أكثر ربما مباشرة أو خطورة. بهذا المعنى الأمر ليس جديدا. الجديد مع ذلك، وهنا الصدمة، الحجم الذي نتحدث عنه. يعني عندما تقوم الشرطة الألمانية بمداهمات في 11 ولاية من أصل 16، فهذا رقم كبير جدا. عند الحديث عن أكثر من 20 معتقلا اليوم، فهذا رقم أيضا كبير نسبيا. بالنسبة لألمانيا أكثر من 100 منزل، حوالي 150 منزل موقع تم تفتيشهم، أرقام غير معتادون عليها أو غير معتادين عليها. والأهم وجود على ما يبدو خط عسكري هؤلاء. ماذا يعني هذا الكلام؟ وجود ضباط سابقين بين صفوفهم، هناك صف ضابط ما زال في عمله في القوات الخاصة الألمانية أيضا موضع اشتباه، هناك قاضية من برلين أيضا في موضع الاشتباه حتى الآن. إذن الموضوع يتعلق بفئة غريبة الشكل على هامش المجتمع من جهة، هم بالمناسبة يرفضون الحدود، يرفضون الدستور، يرفضون أشياء كثيرة، لكن من جهة أخرى تغلغلت على ما يبدو هذه الجهة في بعض أجهزة الدولة. لكن هل يصل الأمر مرحلة الحديث عن انقلاب؟ أنا أسميها أكثر إثارة اضطرابات، إثارة فوضى. طيب أستاذ أكثم، يعني هل هذه الحركة يعني معروفة في الداخل الألماني؟ يعني بالنظر إلى الحوادث التي يعني حضرتك أشرت إليها، أيضا كنت أريد أن أسأل عن زعيم المحاولة الانقلابية، حسب بعض وسائل الإعلام طبعا سموه زعيم المحاولة الانقلابية الأمير هاينريش 13، يعني ما المعروف عن هذا الشخص؟ هذا الشخص بداية هو رجل أعمال في ألمانيا ومن أصول، بالمناسبة أسماء العائلات النبيلة تاريخيا معروفة، لكن على ما يبدو له موقع الممول والمسيطر على الأقل على جهات أو على بعض مناحي هذه الحركة. لكن الحركة بحد ذاتها هي أعقد من ذلك، يعني أن ترفض البلد الذي تعيش به. يتعلق الأمر مثلا بإنتاج وثائق وهويات وجوازات سفر خاصة بهم، بعضهم يرفض دفع الضرائب، بعضهم لا يعترف بالحدود الألمانية الحالية ويطالب بحدود 1937 أو 1871. إذن بالنسبة لهؤلاء هذا البلد محتل، هذا البلد مصطنع، هذا البلد بشكله الحالي ونظامه الحالي مرفوض، هذا ما يجمعهم. لكن فيما عدا ذلك طبعا هناك تيارات أيضا داخل هؤلاء، كما ذكرت لك هنا تحدثنا عن قضاة، عن ضباط سابقين، عن صف ضابط ما زال على رأس عمله. إذن الموضوع أكبر من مجرد مجموعة خرافات. طيب. وهذا الذي اعتقل اليوم هو نعم يعتبر وفق البيان الذي أصدرته النيابة العامة قائدهم أو رئيسهم أو سميه ما شئت. طيب أستاذ أكثم، هل ترى، وأنت يعني رجل خبير في الشأن الألماني والأوروبي، أنه يعني تنامي شوكة وقوة شوكة التنامي
التيارات اليمينية حاليا في أوروبا هو ما يفسر هذا النشاط لهذه المجموعة الألمانية؟ أعتقد هذه المجموعة لها طبيعة خاصة. يعني هناك تيارات يمينية معروفة مثلا في فرنسا، ماري لوبان وجماعتها، مثلا في إيطاليا رئيسة الوزراء الحالية، مثلا أيضا في السويد شهدنا انتصارا انتخابيا أيضا لليمين، في النمسا في فترات سابقة. إذن هناك أقصى اليمين، كي لا نتحدث الآن عن تطرف أو غير تطرف، هناك أقصى يمين موجود داخل اللعبة السياسية ويلعب هذه اللعبة السياسية، وبالتالي هو يعترف بها هذه اللعبة السياسية. أهمية المجموعة الحالية هي أنها خارج اللعبة. هذه المجموعة لا تؤمن بلعبة الانتخابات والوصول مثلا من خلال برنامج مفتوح وإقناع المواطنين بأن يكونوا أيضا مواطني رايخ بدورهم ويصلوا إلى الانتخابات وإلى السلطة، إنما يعملون على الهامش مع تحقيق بعض الاختراقات التي تحدثت عنها. إن شئت تسميتها بتسمية أخرى خالية من التقييم، هم جماعة من الغاضبين بالتأكيد ومن خائبي الأمل في المنظومة الحالية لأسباب كثيرة. طب أخيرا أستاذ هيثم، يعني كانت هناك إشارة إلى ضلوع روسيا في هذه المحاولة، وهو الأمر الذي نفاه الكرملين جملة وتفصيلا، ما تعليقك؟ السفارة الروسية أصدرت بيانا بهذا الشأن، نفت فيه أي علاقة لها بهذه المجموعة أو بأي مجموعات إرهابية. أعتقد أن الوضع الإعلامي المتوتر جدا هنا ضد روسيا هو الأساس. أنت تعرف ربما أصل الحكاية وأين وجد هذا الرابط مع السفارة الروسية. تمثل هذا الرابط في رسالة أرسلها رئيس المجموعة إلى السفارة الروسية، وهذا مثبت لدى النيابة، لكن لم يثبت أن السفارة الروسية ردت أو تفاعلت أو فعلت. وأقول لك كإعلامي هنا، أنا أعلم أن هذه المجموعة راسلت مجموعة من السفارات في السنوات القليلة الماضية بطريقة أنهم يتحدثون وكأنهم لك أن تتخيل جمهورية أو دولة أو سلطة فيخاطبون السفارات، لكن طبعا هذا عادة ما ينتهي إلى سلة المهملات. هذه هي الجزئية التي دفعت البعض للحديث عن دخول روسيا على الخط. نعم، شكرا جزيلا الأستاذ أكثم سليمان الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من برلين. طيب طبعا امبارح كان في فرحة عربية كبيرة جدا زي ما قلت في المقدمة بوصول المنتخب المغربي للدور ربع النهائي في مونديال الدوحة، وكانت الفرحة المصرية زي ما قلنا فرحة كبيرة جدا. لكن هذه الفرحة خلتني أتذكر بوست يمكن لاحظته النهاردة ولاحظه زمايلي، بوست عجبني جدا على الفيسبوك على أحد الجروبات. يعني شابين فلسطينيين عايشين في المنصورة بيدرسوا في كلية طب المنصورة، قالوا فيه إحنا شباب إحنا شابين من فلسطين أهو مغتربين في المنصورة، اللي عنده حجز كرة ومحتاج لعيبة بالله ما يقصر، عايزين نفك عن نفسنا شوية. ده البوست اللي كتبوه الشابين دولا الفلسطينيين. اللي عجبني هو تعليقات المصريين على هذا البوست، كانت يعني معبرة جدا، وده اللي يقول لنا ان احنا يعني كعرب كلنا واحد، ومفيش حد فينا يعني غريب. وزي ما احنا يعني اتكلمنا في المقدمة ازاي احنا تفاعلنا مع فوز المغرب، ويمكن النهاردة شفت شوية يعني فيديوهات من اماكن متفرقة في مصر، في القاهرة، في اسيوط، في سوهاج، في الناس وهي بتتابع مباراة المغرب وكأنها بتتابع مباراة مصر. في تعليقات كتيرة جدا على هذا البوست، بس خلوني الاول يعني رحب بضيفي الكريمين، يا الأخ ياسين الفرة والأخ أحمد الفرة من المنصورة، هم معايا عبر زوم دلوقتي ولا عبر الهاتف يا جماعة؟ زوم من المنصورة. أستاذ ياسين وأستاذ أحمد مساء الخير أولا وأهلا بكم. هل كنتم بتتوقعوا أنه يكون هذا التفاعل بهذه الدرجة على البوست اللي كتبتوه؟ صراحة أخي عبد الحميد، احنا توقعنا، احنا المصريين صراحة معارفين كرامهم، كلهم حكونا من المصريين ومش حيقلكوا عايزين حاجة، بس صراحة البوست متوقعناش في الصورة هذه كلها. يعني الناس يعني احنا عارفين كرام المصريين وعارفين كل حاجة عنهم، بس مش كلها الدرجات.
طيب يعني انتم في كليه طب المنصوره في سنه كام؟ بقالكم كام سنه في مصر؟ احنا سنه اولى، هذه اول سنه لنا في مصر. طب المنصوره سنه اولى انا وياسين، لنا شهرين هلقيت في مصر. طيب يعني انا فهمت من كلامكم انكم من عشاق كره القدم وبتلعبوا كره قدم. اولا انتم من اي مدينه؟ انا يمكن من اللهجه كده اتوقع انكم من غزه، صح؟ صحيح، احنا من غزه. صحيح. طب منين؟ من غزه، من مخيم الشاطئ ولا من جباليا ولا من شيخ رضوان ولا من فين؟ من مدينه خان يونس. من خان يونس، ده انتم قريبين جدا مننا. طيب اهلا بكم واهلا باهل خان يونس. يعني مش عايز اسال سؤال ممكن يعني الاجابه عنه تكون معروفه للجميع، لكن للي ما يعرفش، ازاي الرياضه بتمارس في قطاع غزه في الظروف الحاليه وخاصه كره القدم؟ صراحه الملاعب موجوده في غزه بكثره، والناس اللي بتلعب في غزه كثيره جدا. يعني الرياضه بالنسبه لنا في غزه هي المهرب من الحياه، يعني كره القدم خاصه هي الإشي اللي احنا بنرفه فيه عن انفسنا وبننسى هموم الحياه، سواء كان من ضرب او سواء كان دراسه او كان اي حاجه. جميل. انا يمكن بتذكر دلوقتي كان في لاعب مميز في الزمالك، مصطفى نجم، كان من اعتقد من غزه، مش كده؟ صحيح، اللي هو بس ده من جيلي انا، مش من جيلكم انتوا طبعا، ده من زمان قوي. ايوه، وفي مصطفى واحد نجم كان بيلعب في بيراميدز حاليا، اللي هو كان طيب. طيب خلوني اقرا معاكم بعض التعليقات اللي هي مش معايا طبعا. هشام بيقول لي اقراها. طب اقراها من فين يا هشام؟ هي مش معايا يعني. لو تطلعوا لي التعليقات. بسام بيقول مغترب وفي مصر، فوق يا عم انت في بلدك واخواتك حواليك. محمود حامد بيقول مفيش غربه بين العرب، كلنا واحد، بلد واحده يا غالي. احمد جلال بيقول مغترب في مصر، حاجتين مش راكبين على بعض، دونت ميكس. محمد يحيى بيقول والله انا كفلسطيني انبسطت من التعليقات، ربنا يكبر بخاطركم، كلكم اخواتنا وحبايبنا المصريين. دي بعض التعليقات يعني على هذا البوست. لكن ارجع لياسين واحمد مره تانية، بعد التعليقات دي لعبتوا كره ولا ما لعبتوش؟ يظهر الاتصال. الاتصال مش متوقع. انتوا سمعتوني يا ياسين؟ سمعتني يا احمد؟ لا، للاسف انقطع الاتصال مع المنصوره، مع ياسين الفره واحمد الفره. بس اتوقع من خلال التعليقات اللي جات لي ياسين وجات لاحمد على البوست بتاعهم انهم يعني رجعوا لي تاني. طيب انا كنت بس عايز اسال سؤال اخير ياسين واحمد، يعني بعد هذا البوست هتلعبوا فين؟ لعبتوا ولا لا كوره زي ما انتم كنتم عايزين؟ والله احنا يعني نزلنا المنشور وما توقعنا لحتى الان 500 حجز اجى لنا من كل الشباب. 500 ايه؟ فاحنا مش عارفين نرد. 500 حجز اجى لنا. 500 حجز؟ واو. 500 حجز، فاحنا صراحه يعني جدا خجلانين من الشباب، مش عارفين نلعب معاهم كلهم، برضه احنا طب وبندرس، فلحتى الان طلعنا حجزين. وفي ملاعب كثير بتتصل علينا نطلع نلعب برضه معاهم، فيعني ان شاء الله من هلا اخر السنين يعني نقدر نلحقهم كلهم. صراحه احنا حابين نتعرف عليهم كلهم واحد واحد، بس يعني الناس اللي جولنا وحب الناس مش طبيعي. كان يعني 500 حاجز انا حقديها حجوزات في مصر، مش حدرس طب. فانا اسف لكل واحد ما ردتش عليه صراحه. طبعا يعني وجودكم في المنصوره، وجودكم في مصر، وجودكم في بلدكم، في بلدكم الثاني، وبالتالي ده امر متوقع. يمكن الردود الفعل اللي جات لكم، انتم فعلا يعني اخواتنا واشقائنا، وطبعا فلسطين والفلسطينيين معزه خاصه عند المصريين، واكيد انتم عارفين ده. اهلا وسهلا بكم، نورتونا وشرفتونا ياسين الفره واحمد الفره، شكرا جزيلا. هناخد فاصل، وبعد الفاصل حديث ممتد عن الأسواق العشوائية وخطة الدولة لتطويرها في مشروع قومي كبير. هات
هذه صورة تمس الحياة في أحس مواضعها. إنها صورة السوق، مسرح الكسب، ومجال الرزق، ومكان السعي وراء لقمة العيش. ده المفترض اللي يكون عليه السوق زي ما قال عمنا عبد الوهاب يوسف، لكن السوق في مصر خلال العقود اللي فاتت تحول إلى ساحة ومساحة للعشوائية، اللي خلت أي حاجة خارج إطار المألوف بنقول عليها سوق أو سويقة. تاريخ طويل من احتلال الشوارع والأرصفة والميادين بتمنع المواطن حقه في مرور آمن، سواء راكب عربيته أو وسيلة مواصلات أو حتى ماشي على رجليه، وبيبقى فيها أحياناً سرقة الموارد الدولة من كهرباء ومية وخدمات المفروض إنها مش بالمجان. عشان كده مشاريع تطوير الأسواق العشوائية اللي الدولة شغالة عليه بتعتبر من أهم المشروعات القومية، هتقضي على فكرة البيع الجائلين، وهيبقى شكل الأسواق حضرية، وهتقدم كمان خدمة أفضل للمواطن، وهتحفظ للتاجر أو البياع حقه، وهتزود العائد الاقتصادي للدولة. شفنا ده في تطوير ميدان محطة مصر اللي بيعتبر نموذج رائد للقضاء على السوق العشوائي، وبقى بدلاً منه سوق متكامل حضاري، وبقى فيه تطوير للحدائق ورصف الميدان ومواقف لأتوبيسات وعربيات أجرة لحل أزمة المرور، وكمان كاميرات بانورامية بتحمي وبترصد الميدان كله. لغة الأرقام بتقول لنا إن عدد الأسواق الرسمية في محافظات مصر 618، تم تطوير 133 منهم، وبيحصل تطوير دلوقتي ل 105 سوق، في حين إن الأسواق العشوائية 1753 سوق، تم تطوير 109 منهم، وشغالين دلوقتي في 37 سوق. تطوير يمكن هياخد وقت، لكنه ضروري سواء للبايع أو الشاري. مرحبا بحضراتكم من جديد في رأي عام، وزي ما شفنا في هذا التقرير الحديث يدور حول مشروع قومي لتطوير الأسواق العشوائية، ويمكن الرقم اللي ذكر في التقرير 1753 سوق عشوائي ستمتد إليهم عجلة التطوير ويد التطوير. بالتأكيد التطوير اللي يعني بدأ في الدولة المصرية في السنوات القليلة الماضية لا يتوقف عند مجال بعينه، يعني لا يمكن أن تقوم الحكومة وتقوم الدولة بتطوير مناطق عشوائية دون أن تطور ما حولها من أسواق عشوائية وغيرها. خلونا نتكلم عن ملامح هذا المشروع القومي ونشوف كيف سيسير وأي نتائج منتظرة منه، مع ضيفي الكريمين الدكتور إسلام رأفت أستاذ العمارة والتصميم والعمران. أهلا بحضرتك دكتور إسلام. أهلا بك. دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بحضرتك. يمكن والتقرير بيتزاع دكتور عبد المنعم قال الرقم، يعني كان بيردد الرقم اللي هو 1753 سوق عشوائي، يمكن ده ضعف الأسواق الرسمية. الرسمية 618 سوق، بس برضو محتاجة إلى تطوير. بس هبدأ الأول بحاجة مهمة قوي، إنه فكرة الأسواق العشوائية موجودة في مصر منذ 1914، مش من النهاردة. طيب، ويمكن الدولة كانت مواجهتها للأسف كلها كانت مواجهات أمنية لمعالجة هذه الظاهرة. إحنا بنتحدث على قوانين كانت موجودة منذ قانون 48 لسنة 1941، ثم تعدل بقانون 33 لسنة 1957، ثم القانون الحالي بس يمكن غير مطبق أو غير مفعل قوي قانون 105 لسنة 2012. كل هذه القوانين كنا الهدف منها إن هو مواجهة الباعة الجائلين، ودول عددهم في مصر يعني طبعا ما فيش إحصاء رسمي، لكن معظم المراكز الدراسية والبحثية وحتى الجهاز المركزي للإحصاء والتوعية صدر أكثر من تقريب بأرقام مختلفة بتتراوح من 6 إلى 7 مليون مواطن. ده لغاية إمتى؟ لغاية 2019، إن هم باعة جائلين، ده غير الأسواق الموجود. وجود هذه الأسواق كانت المعالجات في الدولة المصرية هي معالجات أمنية، المواجهة نجي عليهم بالبلدية ناخد منهم الحاجة نشدها كلام من ده. لكن في العالم كله ظاهرة الأسواق العشوائية والأسواق اللي هي تعتبر
غير تقليديه وموجوده من البيع الجليدي، متواجده على المستوى العالم، حتى في الولايات المتحده الامريكيه متواجده، وفي الهند وفي ايطاليا وفرنسا. بس احنا كانت معالجتنا خاطئه في الاول. النهارده بدات الدوله المصريه منذ 2015 برؤيه مصر للتنميه المستدامه 2030 تضع الاسواق وتطوير الاسواق في مصر بشكل كبير جدا. ويمكن تم الانفاق، يمكن ما تم ذكره في التقرير على سوق محطه مصر اتطور بحوالي 277 مليون جنيه. ده سوق واحد، ده سوق واحد. النهارده انت بتتحدث على 618 سوق هيتجاوي. تم تطوير 105 وجاوي تطوير باقي الاسواق. لكن انت محتاج الاسواق، هذه الاسواق الموجوده، ان انت تعمل سياسه ان انت تعالجها يعني ايه، بنقول كده بحكمه، عشان يكون هناك استفاده للمواطن واستفاده حتى للبائع، وان انا اجيب العوائد الاقتصاديه منها. جميل جدا. طيب تعريف السوق بانه سوق عشوائي، يعني ايه المحددات بتاعت هذا التعريف يا دكتور؟ خليني في البدايه اقول لحضرتك انه مصر في العمران تحديدا كانت بتعاني من عشوائيه كبيره جدا، زي ما حضرتك اشرت كده انه العماره نفسها كانت عشوائيه، الاسكان كان عشوائي وصولا الى الاسواق. لما نقول سوق عشوائي، التوصيف بتاعه يبقى ايه؟ يبقى سوق لا يصلح انه يكون سوق، سوق ما فيهوش مؤهلات السوق. لما نيجي نشوف ايه مؤهلات السوق، خلينا نقول ان هي المكان الملائم للبائع. هل الاماكن في العشوائيات او الاماكن في الاسواق العشوائيه ملائمه للبائع؟ في الحقيقه مش ملائمه للبائع، لانه هو في الحقيقه بيفترش الارض، بيحط حاجته على الارض، وبالتالي هو غير ملائم للبيع. طيب هل هي ملائم للسلعه؟ هو كمان غير ملائم للسلعة. في الحقيقة السلعة برضو بتعرض بشكل غير يعني غير أدامي طبعا. يعني دايما كانت الدراما تعكس الصورة دي، انه احنا بنبيع الأحذية في الباترينات وبنبيع العيش على الأرض. فالمعنى هنا انه لازم يكون ملائم للبائع والاحتياجات البائع، ولازم يكون ملائم للسلعة والاحتياجات السلعة. احتياجات السلعة مش بس ان هي تكون في مكان ملائم، ان يكون عليها رقابة. النهاردة أنا لما بعرض جبنة في السوبر ماركت وبعرض جبنة في الأرض، في الحقيقة الجبنة اللي في السوبر ماركت عدت على مجموعة من الإجراءات الاحترازية عشان تبقى في يعني مناسبة للمواطن أنه هو يستخدمها، بينما الجبنة اللي على الأرض دي ما لهاش أي رقابة وما عليهاش أي رقابة. طيب ملائمة السلعة كمان أن أنا أقدر أوصل بالسلعة إلى المكان ببساطة، بسهولة، بأمان. في الحقيقة كل الأسواق العشوائية السلع بتوصل لأقرب مكان ينفع العربيات النقل توصل لها، ويبدأ التحميل أو النقل يتم بطريقة أكيد غير ملائمة للسلع. طيب ملائمة للمشتري، الشخص اللي داخل يشتري لازم نوفر له مكان يقف يتفرج. بس بعض المشترين يقول لك طب ما هو انا قريب من بيتي وبتاع وكده، بدل ما اخد مواصله وكده. خلينا اقول لحضرتك بقى في الحته دي تحديدا انه يعني بيحسبها كده، ارتباطنا احنا كمصر، يعني السوق العشوائي في الحقيقه هو السوق المحبب. يعني ليه بقى؟ لانه في الحقيقه في تواصل انساني اكتر، ودي عاده المصريين الاجتماعيه، دي عاده اجتماعيه لطيفه في الحقيقه عند المصريين. فانا بروح اشتري من عند الحاجه فلانه او عم فلان، فعارف ابنه وعارف بنته اللي اتجوز واللي هيتجوز وبالتالي التواصل الإنساني المحبب لدى المصريين في السوق العشوائي موجود. النقطة الثانية هي فكرة الوصول إلى أفضل تفاوض للسعر، وده طبعا حاجة محببة برضو عند المصريين. فأنا أشوف عند الحاجة فلانة وأشوف عند عمه فلان السلعة وبالتالي أوصل لها. ولكن مش معنى كده أن ده هو اللي بيوصلنا للأفضل بالنسبة للمستخدم وللمواطن، لأنه لما تبقى المكان غير مناسب للمشتري وللبائع وللسلعة، أكيد هيحصل الأثار الجانبية الكتير بقى اللي ممكن نشوفها، زي مثلا وزي ما بيحصل كتير في الأسواق العشوائية، أنه بيحصل دمار للسوق كله لمجرد أنه يحصل لا قدر الله حريق، وبالتالي رؤوس الأموال بتاعت كل الناس العارضين دي راحت، وممكن تروح معها أرواح، وده هنا تبقى الخسائر أكثر فداحة يعني، وممكن يروح فيها كمان ناس من المشترين. وبالتالي مش معنى ان هي اكثر استحبابا الى قلوبنا والى انفسنا ان هي تبقى افضل. طيب خليني بقى برضو اروح لجزئيه تانية، ولكن جزئيه اقتصاديه مع الدكتور عبد المنعم. يعني تطوير الاسواق العشوائيه الى اي مدى ممكن يحقق لي هدف ضبط الاقتصاد الموازي؟ جزء كبير منه، لانه السوق العشوائي دوت بينتج عنه حاجات. اولا انت عند حق سوق التيار الكهربائي، معظم الاسواق العشوائيه فيها سوق التيار الكهربائي، فيها بلطجة، فيها عمليات سواقات بتتم.
البضاعة الموجودة ممكن تكون غير صالحة للاستخدام، ممكن تكون غير يعني منضبطة ولا فيها أي، يعني بالعكس تضر بالبيئة تضر بالمواطن أكثر منها تكون محببة لي. الأكثر من ذلك أنه بعد 2011 بدأت العشوائية في عملية البيع تظهر مش فقط في الأماكن البعيدة كما نظن، احنا بنتكلم في وسط البلد، بنتكلم على واحد أنا صاحب محل فاتح المحل مأجره ب10,000 جنيه في الشهر، واحد قدامي فرش بيبيع بضاعة بيبيعها ممكن تكون مقاربة أو نفس النوعية، طبعا مش نفس الخامات مش نفس، بس على الأقل ده بيبيع مثلا بنطلون وده بيبيع بنطلون، ده بيبيع هنا ب70 جنيه وده جوه بيبيعه ب300 جنيه، هو هنا محمل الإيجار ومحمل لغاية ما بقى كثير من المحلات خاصة في منطقة وسط البلد اشتكت قالت لك أنا كده بتدمر عملية البيع الخاصة بي، عملية التجارة الخاصة بي بتنهار بسبب وجود أو تزايد حجم العشوائية داخل مصر. طب أنا النهاردة لو تم التطوير لهذه العشوائيات طبعا هيكون هناك عوائد اقتصادية، بمعنى إيه؟ إن أنا لازم يكون بس شرطا إنه ما ينفعش أخد سوق أجي مثلا في مدينة أو معامل السوق في آخر منطقة في حتة صحراء أقول لهم تعالوا أنتوا تقعدوا هنا، لا أنا هروح أشتري، ما هو السوق العشوائي ده بينتشر ليه ومتواجد ليه، أنا كمشتري عايز أروح أشتري حاجة بسبب الغلاء بسبب التضخم بسبب زيادة الأسعار، حاجة ملائمة لابني لبنتي ليا ملائمة. نفس الكلام هو اللي بيقوم بعملية البيع يا إما فقط شغله يا إما ما فيش فرصة عمل، الدولة مش قادرة توفر فرصة عمل ليه، ولقى الدنيا ضيق الحال وضيق المعيشة فبدأ يتجه إنه ياخد شوية بضاعة كده ضئيلة رأس المال ويقوم بيع، مش هنقول متناهية صغر ده ضئيل رأس المال نفسه. طيب. فلازم يكون الأسواق العشوائية، معلش هاخد نص دقيقة كمان، الأسواق العشوائية لازم تكون في مناطق داخل المدن، يعني قريبة من أسواق قريبة من محطات بحيث يقدر يكون هناك سهولة. طب أنا النهاردة لو طورت هذه الأسواق العشوائية أولا كناحية اجتماعية وكناحية حضارية شكلها جميل، بس ناحية اقتصادية احنا عندنا رقم كان محدد ويمكن تم الإعلان عنه أنه عندي إهدار للمال العام أكتر من 120 مليار جنيه. طب ناتج عن ايه؟ انا قلت لحضرتك في البدايه ان احنا عندنا 120 مليار سنويا. هقول لحضرتك من ايه؟ رقم معروف. انت عند حضرتك كام واحد اللي هم بيطلق عليهم بائع جائلين او ما يطلق عليهم اللي هم بيفترش الارض والشراء الكلام ده؟ احنا قلنا من 7-8 ده الحد الادنى المعلن. 7-8 مليون. مليون. لو انا كل واحد عملت السوق، اولا انا وفرت سوق التيار كهرباء لان انا خاصه ده سوق وداخلي والكلام ده. وانا النهارده لو خدت من كل واحد 1000 جنيه في السنه يعني 80 جنيه في الشهر او 85 جنيه في الشهر وقلت له والله مقابل هذا الرقم في العدد ده انت عندك في السنه او في السنه الواحده اكتر من 80 مليار. طيب مع توفيرات الكهرباء اللي سواقات التيار الكهربي الموجود والمعلن عنها في وزاره الطاقه والكهرباء اعلنت ان انا عندي سواقات للتيار الكهربي يعني بتزيد عن 35 مليار منهم 25% حاجات منزليه يعني انا في المنزل سايق الطيار. طب الباقي ما هي اسواق العشوائيه هي اللي سايقين من العمود الكهرباء واخد سلكه من هنا الكلام من ده. فانت لو جمعت هتلاقي عندك حوالي 120 مليار جنيه وامنت السوق ومنعت البلطجه وفرت ان انت دخلت بقى سوق موازي او لغيته وخليته سوق رسمي لان انت هتتحصل منه، انا مش هاخد منه ضرايب لكن هاخد منه رسم شهري 80 جنيه 90 جنيه 100 جنيه اقصى حاجه. لو انا وفرت لكل واحد مكان متر في متر او مترين في مترين داخل السوق انا وفرت اقتصاديا مبالغ للدوله. طيب. وفرت حتى للمجتمع مكان امن ومكان محترم. جميل جدا. طيب يعني كيف يمكن توفير هذا المكان الادمي والمحترم زي ما قال الدكتور عبد المنعم يا دكتور اسلام؟ هل هذه خلينا نقول مساله سهله؟ والله هي سهله ولكن على الارض التطوير دائما ما يواجه بتحدي باستمرار. خلينا اقول لحضرتك ايه الاسباب اللي ممكن تعمل التحديات وبناء عليها ناخد منها ايه الاجراءات. اول حاجه التحدي زي ما اشار الزميل الكريم يعني انه بعد المسافه، فاحنا لازم نوفر اماكن في متناول الجميع. الاسواق العشوائيه في الحقيقه بتنمو بسبب انه قربها من اماكن العمل مثلا، فالموظفه اللي خارجه من الشغل عايزه تطلع من قدام المكان تاخد الحاجه بتاعتها وتروح،
وبالتالي لو انا نقلتها لا الموظفه لقت احتياجاتها او العميل يعني لقى احتياجاته ولا البائع لقى احتياجه من العميل. وبالتالي التحدي الاول هو ان هي تكون في مناطق تسمح للبائع بالشراء وللمشتري بان هو يتواجد في المكان. فده التحدي الاول. التحدي الثاني هو انك توفر الخدمات. توفير الخدمات في الحقيقه هو الاسهل، خلينا نبقى متفقين، ولكنه الاكثر كلفه. النهارده زي ما سمعنا الارقام الاقتصاديه كده 120 مليار، وفي دراسه في دراسات اخرى بتوصل لغايه 600 مليار. لانه احنا بنتكلم على مش بس على انه يحصل منه على ضرايب، ده انا مش هاخد منه ضريبه يعني، ده حتى لو يعني حاسب غلبان خليه في حاله ياخد منه بس 80 جنيه اللي هو انضف له المكان اللي حواليه بس. بالظبط. حتى لو ما حصلتش منه على ضريبه، احنا مش بنتكلم على انه التطوير بتاع الاسواق العشوائيه في الحقيقه لازم يبقى مراعي للبعد الاجتماعي. ولكن حجم الاقتصاد الغير معلن في المرحله دي في الحقيقه حجم ضخم جدا، وفي الحقيقه هو بيستنزف. يعني النهارده لما نوفر الامن عن طريق وزاره الداخليه هو في الحقيقه ممكن يبقى بديله البلطجه والاتاوات اللي ممكن تكون بتهدر على نفس البائع ده. بس خلينا اقول لحضرتك انه توفير الخدمات ده نقطه مهمه جدا، ان انا اوفر له كهرباء، اوفر له ميه، اوفر له صرف، اوفر له اجهزه استكشاف مبكر للحريق عشان نحافظ على رؤوس الأموال. نقول أنه عايزين نوفر وسائل دفاع في حالة لا قدر الله حدوث حرائق، عايزين نوفر نقاط أمنية، نقاط ارتكاز أمنية في الأماكن دي، لأن الأسواق في الحقيقة هي دايما بؤر من بؤر المشكلات اللي ممكن تقابلنا، الاحتكاك بسبب بقى خلافات ما بين البائعين أو بين البائعين والمشتري. وبالتالي دي نقطة مهمة جدا. من ضمن التحديات الأخرى اللي بتقابل الأسواق أو تطوير الأسواق العشوائية هو الوعي، ودي النقطة بقى الأهم على الإطلاق، إنه الإنسان أو المواطن يكون واعي. المواطن ده هو البائع والمشتري، هو أنا وحضرتك وكل الناس. إن إحنا نبقى واعيين بأهمية التطوير، واعيين بأهمية النقلة الحضارية، واعيين بأهمية إن الناس تشوفنا إزاي والعالم يشوفنا إزاي. في الحقيقة كلنا بنطلع برا مصر وبنزور الأماكن اللي حضراتكم أشرتوا ليها كده، هي في الحقيقة بتبقى أماكن بالرغم من إن هي يعني أسواق تقليدية، خلينا نسميها شعبية. شعبية بالظبط، ولكن هي بتكون مزارات. يعني ان انا بدخل مثلا في مدينه مشهوره بصناعه معينه، فبتفرج على الناس وهم بيصنعوا المنتج ده، وباخد منهم السوفنير او باخد منهم واحنا عندنا يعني حاجات زي دي مثلا في خان الخليلي، في الخياميه. انا يعني شهرين كده مثلا رحت الخياميه، ما هو يعني دي برضو من الاسواق التقليديه خلينا نقول. فالاسواق التقليديه هي في الحقيقه يعني لها شعبيه في كل الاماكن. يعني مش ممكن تزور دولة من الدول إلا ما تسأل فين السوق التقليدي بتاعها أو فين السوق الشعبي بتاعها وتروح، لأنك هتلاقي بضاعة بعيدة عن أنت عارف بيحصل تداول للسلعة، وفي سلاسل التداول بيحصل زيادة في السعر. وبالتالي في السوق التقليدي أنت بتروح على طول على المصنع، على المصدر، وبالتالي تاخد بضاعة بسعر قليل، بالإضافة أنك بتلاقي التنوع وبتلاقي الحاجات اللي هي مصنوعة بحرفة أهل المكان. ففيها جزء من الطابع. تخطيطيا في الحقيقة في معايير وفي معدلات لأماكن التمركز بتاعة الأسواق، سواء الأسواق الكبرى أو الأسواق اللي بتخدم احتياجات التجمع السكني أو المجاورة السكنية. وبالتالي الحسبة سهلة خالص، يعني النهاردة مش هينمو سوق عشوائي إلا لو كانت المنطقة تفتقر أصلا إلى الخدمات. وبالتالي بمجرد ان احنا ننتبه الى انه نما هنا سوق عشوائي، يبقى معنى كده ان الخدمات في المنطقه دي غير مناسبه، او ان اسعار السلع في المنطقه غير مناسبه، وبالتالي اجراء، هي مجرد اجراء. وبالتالي رصد المشكله او التعرف على المشكله هو اصل الموضوع، وبالتالي الحل سهل. طيب الحل سهل، يعني يا رب يكون الحل سهل، لكن بالتاكيد هناك تحديات يا دكتور عبد المنعم امام هذا مشروع الطموح. يعني خلينا نسميه هو مشروع طموح جدا يعني. طبعا وحتى بالنظر للارقام اللي حضرتك تفضلت بيها، لو تحقق هذا المشروع مش بس هيكون هناك يعني مردود جمالي حتى من ناحيه الشكل، ولكن ايضا مردود اقتصادي. صحيح. خلي بالك حضرتك انه رؤيه الدوله انها تقوم بافتتاح او عمل كام 4500 سوق. يعني احنا بنتكلم ما بين 680 و686 ما بين 1753، دي الأسواق القائمة فعلا على الأرض المصرية، لما تقريبا 2000 وشوية سوق، 2300 سوق مثلا. لكن تخطيط الدولة أن يكون هناك 4500 سوق. أولا أنت عندك مدن جديدة تم افتتاحها، عند حركة مناطق جديدة، بداية حركة البنية التحتية والمشروعات، بدأت الدولة تتسع.
المهمة هتكون هناك سهلة شوي. طبعا التواجد السوق وده مهم جدا، انه بالعكس انا اعتقد ان تواجد سوق منظم، مش هنقول عشوائي، في كلمة عشوائي دي يعني هو السوق عشوائي حاليا، لكن لما هيبقى سوق منظم هيبقى جيد بالنسبة حتى للمواطن، وهيزيد من القيمة البيعية للعمارات. يعني لو كلمنا على مناطق شعبية ولو اللي فيها سوق متواجد، دايما الناس تقول لك ده انا عندي الخدمات. يعني لو هنذكر مناطق زي منطقه فيصل والهرم، كان بدايتها يقول لك لا ده انا عندي كل الخدمات قريبه مني، ده انا عندي هنا سوق مش عارف ببيع الخضار والفاكهه بجيبها منه. فتواجد هذه المناطق بشكل امن وبشكل جيد هيساعدني اقتصاديا، وهيساعدني كمان من ناحيه نقول جماليه للمنطقه. لكن على الـ على الـ على المسار الاقتصادي، وجود هذه الأسواق بشكلها إن أنا أضمن إن أنا داخل لها بضاعة، حتى لو بضاعة غذائية أنا عندي رقابة ليها ما يبقاش فيها مشكلة، عندي الجودة وتاريخ نهاية الصلاحية، أقدر يكون هناك إحكام للرقابة والتفتيش عليها من الجهات المختصة، وزارة التموين، بشكل جيد بشكل آمن بشكل محترم. ده مهم جدا. النقطة الثالثة إن أنا الناس دي كلها لو أنا زي ما قلت لحضرتك في الأول أمنت عليهم، عملت لهم تأمينات برقم زهيد في شهر أو في السنة، ده معناه أن هم طلعوا من السوق اللي هم يطلق عليه البطالة عندي إلى سوق العمل. أنا خلاص دول ضمنت العمل. إحنا لو نفتكر بس في 2020 لما بدأت كوفيد 19 تنتشر، الرئيس أعلن أنه في 500 جنيه زي مساعدة ومساندة للباعة الجائلين. كان للأسف لا توجد لدينا قاعدة بيانات في مصر، كان الهدف الناس تروح تسجل عشان يقول انا بقى انا راجل معمار او راجل ماشي ما عنديش فلوس او بقى جائل ومتجول في الشارع، واخد ال 500 جنيه اللي كانت معروضه لمده 3 اشهر ثم زادت ل 3 اشهر تانيين. اذا انت النهارده هتتحول من ما عندكش قاعده بيانات او عندك النهارده قاعده بيانات جزئيه، انها تتحول لا خلاص ده انا عندي 5 مليون او 8 مليون طلعتهم من حصه البطاله اللي عندي ودخلتهم في حصه اللي هم العماله، بيتحصل على رزقه 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه ايا كان بيقولوا عليه. لكن خلينا نقول في الهدف الاخر اقتصاديا شلتم الاعباء اللي عندي، شلتم من امنت عليه فطلع ليه تامين، عملت ليه لما النهارده منظومه التامين الصحي هتنتشر ممكن الناس دي هيبقى لهم اولويه في التامين، عندي الدفاع مدني وعندي امكانيه اقدر اامن هذه الاسواق ما يكونش فيها ضياع او اهدار لهذه الاسواق او لملكيته. نعم. طيب انا عندي يعني في معلومات رقميه منسوبه لي اللي هو هشام امنه وزير التنميه المحليه، زي ما تفضلتم 618 سوق رسمي تم تطوير منها 133 سوق، وجاري تطوير عدد 105 109 105 سوق، ايوه، متبقي عدد 380 سوق. طبعا هناك يعني تم التنسيق مع المحافظات لتطوير الاسواق، لان احنا ما بنتكلمش فقط عن القاهره او القاهره الكبرى، ما محطه مصر ده في الاسكندريه وفي اسوان تم تطوير الاسبوع الايام الماضيه تم تطوير فيها اكبر سوق هناك بالظبط. لكن يعني خلينا نقول في خصائص بتميز كل منطقه يا دكتور اسلام، وفي ظروف محيطه بهذه الاسواق، كيف يمكن التغلب عليها؟ سؤال حضرتك مهم جدا في الحقيقة، وده خليني أركز على نقطة حضرتك قلتها في السؤال اللي فات، هي فكرة لما طرحت فكرة إن في مدن جديدة، فحضرتك قلت المشكلة هناك أخف. هي في الحقيقة ما فيش هناك مشكلة. ليه؟ لأنه الالتزام بالمعايير والمعدلات التخطيطية في المدن الجديدة ده قائم، وبالتالي لا مجال أصلا لنمو العشوائيات، وبالتالي حتى لو نمت بشكل بسبب بقى الاستسهال أو أنه المسؤول لا يطبق القانون يعني، فالتخلص منها سهل. ليه؟ لأنه البديل موجود، السوق القائم المتمركز على مساحة تتبع المعايير والمعدلات التخطيطية القائمة. تعال بقى نشوف السؤال اللي حضرتك بتقوله، هو أنه لكل مكان طابع. طبعا لكل مكان طابع. لما نيجي النهاردة زي ما حضرتك أشرت كده إلى خان الخليلي، هو ده طابع المكان، ده طابع المكان المميز للقاهرة التاريخية وللمنتج اللي موجود، ويتبعه بقى في خان الخليلي الخيامية والنحاسين وغيره. لما تيجي تشوف مثلا أحد الأسواق اللي تم تطويرها في بورسعيد فوق السمك، ده له طابع آخر، له طابع ساحلي
المناطق هناك مختلفة، نوعية المنتج مختلفة، يستلزم إجراءات صحية مختلفة، يستلزم توفير خدمات داعمة زي التلج مثلا، زي حلقات السمك، زي التداخل اللي بيحصل ما بين المستخدم وما بين البائع، وبالتالي طبيعة الأسواق مختلفة. وفي الحقيقة التطوير أو التطويرات اللي حصلت هي حصلت في أكتر من قطاع، وفي الحقيقة كلها كانت مميزة يعني. زي ما حضرتك أشرت كده، تطوير الأسواق في المدن السياحية، اختيار نمط عمراني مثلا للأقصر والأسوان، وإن احنا نوحد من طابع المحلات ونحافظ على نمط اللي موجود في الأقصر أو في أسوان، هيكون مختلف عن اللي موجود في بورسعيد، هيكون مختلف عن اللي موجود في دمياط، وبالتالي لكل مكان نمطه. في الحقيقة دي نقطة خلينا نقول إن هي الدولة انتبهت لها في الأسواق، ويجب تعميم الفكرة عموما عمرانيا، لأنه إحنا ما زال عندنا مشكلة في النقطة دي تحديدا في نوعيات أخرى من المباني، ولكن في الأسواق التجارية هي مميزة في الحقيقة، إنه لكل مكان نمطه اللي نقدر نوفر فيه طابع للسوق، وبالتالي لما نقدر يعني نقدر تكون نقط جذب سياحية. في الحقيقة دي نقطة مهمة صحيح. جدا حتى اقتصاديا يعني، هي تخطيطيا هي نقط جذب سياحية واقتصاديا وأمنيا، لأنه احنا في الحقيقة كل مشكلات الأسواق لما يعني لو لم يراعى فيها الجانب أو البعد العمراني الملائم، لو لم نخلق البيئة العمرانية الملائمة، هتبدأ تظهر لك مشاكل صحيح. أمنية ونبدأ ندور على وزارة الداخلية، صحية ونبدأ ندور على وزارة الصحة والطب البيطري، سياسية إن الناس دي إحنا شلناها وشلنا أكل عيشها، ونبدأ ندخل في مشاكل. في الحقيقة لما المشكلة بتتفاقم بيصعب حلها، وده اللي حصل في مشكلات كبيره جدا عمرانيه في مصر. احنا ل 20 30 سنه بنقول يا جماعه في مشكلات عشوائيات، في مشكله في مسبير صحيح. وفي مشكله في الخياله، وكان الملف ده بيرحل من حكومه لاخرى لغايه لما وصلنا. دكتور عبد المنعم، يمكن اخيرا واحنا بنتكلم عن برضو الاسواق العشوائيه، في نوع نمط ثاني من العشوائيات في التجاره، مسألة العربيات اللي بتحمل بضاعة وبتلف برضو في الشوارع وإلى آخره، دي هل ستمتد لها هذا التطوير أو بكل تأكيد. خلي بالك حضرتك، الدولة رصدت ما تم إنفاقه خلال الثلاث سنوات الماضية في عملية تطوير العشوائيات أو تطوير الأسواق العشوائية في مصر، أو تجديد وتحديث الأسواق القائمة الرسمية، أكثر من 3.5 مليار جنيه حتى الآن. وانه جاري التطوير اللي حضرتك ذكرته بقى، انه خلال الفتره القادمه هيكون هناك تطوير. اذا الدوله انفقت من المبالغ عشان الهدف منها ان يكون هناك تطوير. طيب انا النهارده الاسواق مش مقصود بيها فقط اللي هو البيع الجائلين، ولكن زي ما حضرتك تفضلت وقلت، انا عندي اللي هو بيتحرك بسياره. احنا دلوقتي بنشوف في جنب مثلا المول، نلاقي عربيه 127 قديمه كده مفتوح الشنطه، وراجل بيبيع الشاي ده كويس على فكره، مش وحش. بس انت وخصص له مكان، وخلي المكان امن، وتاكد انه الحاجه اللي عنده نظيفه، يبقى فيه صح، ويدفع رسم وليكن ما دام معاه عربيه ده 100 جنيه 200 جنيه برضه في الشهر، ويبقى ده انا مرخص له القاعده دي. لو عنده عربيه كتير بتقدم سندوتشات او تقدم اطعمه جاهزه، يبقى انا برضه محتاج يكون عندي رقابه عليها. وجود ان انا اوفر يعني، انا شفت حاجات يعني زي كده مثلا طبعاً. على فكره شفتها في برلين مثلا طبعاً. حوالي 3 4 شهور، وموجود عندنا في منتشر جدا، حتى في الساحل برضه منتشر، وموجوده في العين السخنه. بس المقصود ايه؟ المقصود انه فكره ان الاسواق العشوائيه ضد المجتمع، لا، الاسواق العشوائيه فيها جانب سيء وهو عدم الانتظام وعدم وجود الامان في داخلها، ولكن فيها جزء كبير جدا انت بتشغل ايدي عامله بشكل صحيح. كبير، بتوفر سلعه سعرها منخفض جدا للناس ممكن القدره الشرائيه عندهم ضعيفه، خاصه في سبب الغلاء وسبب الاحتياج الموجود حاليا. عملت منظومه، فانا النهارده انا محتاج اعمل تطوير. طب التطوير ده واجب؟ واجب. النهارده هل التطوير ده الدوله ساعد فيه؟ ساعد فيه. ربما انا شايف ان احنا كان ممكن نمشي بخطوات اسرع، خاصه انا عندي محافظات، يعني انا ما بكلمش على اسواق زي ما حضرتك تفضلت قلت في القاهره فقط او الاسكندريه، لكن انا محتاج ان كل محافظ داخل المحافظه ان يشوف العدد الاسواق. عندنا حاجه تانية احنا ما ذكرناش، ما يطلق عليه سوق اليوم الواحد، اللي هو سوق الجمعه، سوق الثلاث، سوق الخميس. دي الاسواق دي بتنشا، او كان سوق السيارات يوم الجمعه في مدينه نصر، ويوم الاحد السوق ده بيطلع، هو بيجي يوم واحد يوم مش اخر النهار يقفل. طب السوق ده موجود، مطالب ان يبقى موجود، ان سوق الجمعه موجود صحيح. وبيتم صحيح. فيه حاجات كتيره جدا، بس انا محتاج احط نظام وقاعده ليه بحيث اضمن
البضاعة المتداولة. صحيح. مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. صحيح. شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. شكرا جزيلا دكتور إسلام رأفت أستاذ العمارة والتصميم والعمران. بعد الفاصل هنتكلم عن الإنجاز اللي حققه المنتخب المغربي الشقيق امبارح بفوزه على إسبانيا وصعوده إلى الأدوار التالية في مونديال الدوحة بعد قليل. برحب بحضراتكم من جديد في رأي عام. ويمكن أنا ماليش في الكرة قوي، لكن تصادف أنه مبارح كانت مباراة المنتخب المغربي قدام المنتخب الأسباني، وكنت أنا بستعد لتقديم حلقة من برنامج المشهد. المهم أن أنا لقيت القناة كلها قاعدة قدام الشاشات وبتتفرج على المباراة، وكأن المنتخب المصري هو اللي بيلعب. وطبعا ما اقولكمش اكيد يعني عارفين وحاسين وشفتم وحسيتم امبارح قد ايه كانت فرحه المصريين وفرحه العرب كلها ما تتوصفش. لسه الفرحه مستمره، ولسه الامل في تحقيق انجاز اكبر من المنتخب المغربي. لسه هذا الامل يعني معانا ان شاء الله، ومكملين في هذا الامل. صحيح العالم العربي كله احتفل امبارح بهذا النصر وهذا الانجاز، لكن قلنا ان احنا ما نقدرش نعدي هذه الفرصه من غير ما نحتفل مع اخواتنا المغاربه. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين المغرب ومصر طول الوقت في بينهم كده كيمياء، في علاقه كده مشتركه بينهم. والنهارده معانا اسره مصريه مغربيه بتدل على انه وتبرهن على وجود هذه الكيمياء. برحب بحضراتكم السيده سعاد بن الهاشمي خبير التجميل، اهلا بحضرتك يا مدام سعاد. والناقد الرياضي الاستاذ محمد عصام، ناقد رياضي وصحفي بجريده روز اليوسف، اهلا بحضرتك يا استاذ. اهلا بحضرتك، شرفتك. اولا الف مبروك. الله يبارك فيك. والف مبروك برضو لانه طبعا مبروك لينا جميعا هذا الانجاز الرائع اللي عملته العمل والمنتخب المغربي امبارح. اتفرجتم على الماتش امبارح فين بقى؟ كان في البيت صراحه. في البيت مع العيله. مع العائله. لازم عشان احنا بنقعد انا وجوزي نقعد، يعني ما ينفعش حد يسمعنا يعني الجيران بس، يعني ما ينفعش حد يسمعنا في كافيه او حاجه. لا بتتخانقوا؟ لا بالعكس احنا بس نقعد نصوت كده ونزعيق كده وصوتنا عالي قوي. ردود الافعال بتبقى كده من القلب كده، صوت كده من القلب كده. جوزي امبارح لا كان وصل لمرحله مش طبيعيه خالص. مرحله مش طبيعيه ايه؟ زعلان ان المغرب فاز؟ لا زعلان ان هو لا بالعكس بالعكس. خلاص بص يا محمد، خلاص هو زحل خلاص وبقى اتعصب حاسه ضغطه تعالي. بقول له بص خلاص يكسبوا مش مشكله، خلاص احنا خلاص عايزين بس ايه نريح. مع العلم ان انا ما كنتش على فكره بتفرج، انا كنت في الاوضه بس بسمع. خايفة. هو كان يلا مش عارفه ايه مش شفت في الـ في الـ الدقيقه الاخيره في الوقت بدل الضايع لما جت الكره بتاعت المنتخب الاسباني في العارضه القائم. دي كانت فظيعه صراحه. يا تيم بونو بالرغم ان هو فرحنا في الاخر. لا الـ الـ الكره اللي جت في الكره اللي جت في العارضه في الاواخر الدقيقه جت بجانب العارضه الجانبيه. دي كانت كره رهيبه. انا بالرغم ان ياسين بونو كان في طوال المباراه كان مجنني شويه في بعض الاخطاء اللي حصلت، لكن هو صالحنا ويعني صد ضربتين جزاء صراحه. يعني ده انجاز ما حدش عمله قبل كده من دي حقيقه. وعايز اقول لحضرتك يعني هو انجاز في كل المقاييس. اولا يعني بغض النظر ان انا متجوز من المغرب، الا ان انا بجد ببارك للمنتخب المغربي، وببارك اكتر للظهور العربي المشرف تمام في هذه البطوله. في الفتره اللي فاتت كان البطوله يعني الدول العربيه يعني في بطوله روسيا كاس العالم روسيا 2018 كان في 5 دول عربيه مشاركه. كان المنتخب المغربي ومصر وكان عده دول وتونس طبعا والجزائر، كان في دول مشاركه وكان الظهور اكتفينا بالمشرف. لا دلوقتي انت عندك منتخب السعوديه حقق فوز رهيب على الارجنتين وكانت مفاجاه كبيره، وتونس ايضا وتونس برضو قدم مباراه كويسه وفاز على فرنسا بطله العالم. والمغرب الظهور كان لحد ما كان ضعيف جدا في طبعا المنتخب القطري، لكن كمنتخب قطر كتنظيم كبطوله كان اكتر من رائع. ده كان عوض ده. فطبعا يعني حاجه
تشرف وحاجه تفرح. والمباراه الجايه اكيد هتكون صعبه جدا جدا يعني. بس ان شاء الله باذن الله هنكسب البرتغال مش كده؟ ان شاء الله عندي ثقه ان شاء الله. انت كنت متوقع الفوز على اسبانيا؟ بص حضرتك هقول لك انا عشان اللاعبين اللي كانوا موجودين في الـ في الـ في المباراه, في المباراة يعني اسماء تقيله. يعني انا لما شفت هو رجراجي اختار المجموعه دي الحلوه دي يعني كلها بتكمل بعض. يعني كل واحد باسمه, صلاح حكيم, زياش, اشرف حكيمي, المرابط, يعني اسماء حمد الله, يعني لاعبين محترفين برا. وكمان شفت تمنيت تكوني في الاستاد امبارح. اكيد اكون تمنيت جدا. الحلو كمان اللي هم المدير الفني مغربي, يعني عمل كده ايه يعني. كله كده مع بعض عمل كده, عارف يعني كيميا كانت حلوه كلهم مع بعض. وكمان الحلو كمان في كده ان هو كل واحد جايب مامته وباباه صح, وبيتفرجوا على الماتش بحيث بيخلص الماتش بيطلع كل واحد يبص راس مامته. ايوه صحيح, خاصه اشرف حكيمي ده كلهم اشرف حكيمي طلع كلهم وياسين بونو ونصيري كان موجود برضو. عايز اقول لحضرتك احنا خلاص حفظنا الاسماء دي. احنا ما ده بقى اللي انا كنت بتكلم فيه مع زوجتي امبارح. قلت لها انا شفت قائمه المنتخب الاسباني وقائمه المنتخب المغربي. انا شايف اسماء في المنتخب المغربي معروفه ومشهوره عالميا عن منتخب اسبانيا. يعني في اسماء مجهوله كتيره كانت في منتخب اسبانيا, ليه ما نكونش موجودين يعني؟ معلش احنا عندنا اشرف حكيمي, انا بفضل اقول عندنا كدوله عربيه صح. تمام, اشرف حكيمي بيلعب في باريس سان جيرمان ومكسر الدنيا هناك. حكيم زياش بيلعب في تشيلسي. مرابط نفس القصه, مرابط كان يعتبر نجم المباراه وهو واخوه, وكان يعني كنت اتمنى برضو دم اخوه في المنتخب لان كان اخوه ظهر بمستوى كويس قدام البرتغال في البطوله اللي فاتت. من اللعيبه المقاتلين اللي زي مثلا احنا عندنا هنا زي اكرم توفيق, لان بحب اللعيب المقاتل شويه. صحيح, يمكن وانا بتفرج امبارح على المباراه افتكرت بقى المنتخب المغربي على ايامي انا, يعني عزيز بدربالة, مصطفى حجي, وبشير صلاح الدين, يعني ونور الدين نايبت, نابت, مظبوط, حلوه اسماء تقيله. اعتقد انه الجيل ده مدام سعاد يعني فرحكم اكتر من الجيل اللي فات. صح, فرحنا اكتر كمان في كاس عالم. يعني يمكن كانت حاجات ممكن من زمان يعني الايام دي او اللي احنا فيه دلوقتي كاس عالم حاجه عالميه قوي. ان احنا نوصل للمرحله ان احنا وصلنا لها دي صراحه فخر لينا كلنا كعرب يعني. صراحه ده صحيح. صراحه انا امبارح يعني بقول خلاص يعني بالاخص ضربات الجزاء دي اللي كان مخوفني هو ياسين بونو صراحه. عشان كان اداء شويه ضعيف جدا, بس لما قلنا خلاص بص يا محمد بقوله بص هو برضه رجل المباراه امبارح. هو كان رجل المباراه لا بس برضه كضربات جزاء, لكن انا لو هديها كرجل مباراه كنت هديها لسفيان مرابط. سفيان مرابط محارب يعني كان موقف خطوره المنتخب الاسباني في طول المباراه. لعيب مقاتل فعلا بجد يعني. طب يعني قبل ما تبتدي البطوله هل كنتوا بتتوقعوا انه المنتخب المغربي هيعمل الانجاز ده؟ علشان معقولة؟ علشان عشان مدير الفني ده المغربي ضم اسماء حلوه قوي. اللي قبليه كان مدير فني اللي قبليها كان متجاهل الاسماء المعروفه دي. انا مش عارفه ليه, بس لما انا شفت صراحه الاسماء اللي كلها اللي لعبت دي وحيدو خليلوفيتش. وحيدو خليلوفيتش كان مستبعد خمس نجوم من المنتخب المغربي, حكيم زياش والنصيري والناس دي كلها, وكان عامل مشاكل مع نجوم المنتخب المغربي, وده اللي تفادى فيه الخطا وليد الرجراجي المدير الفني, ان هو قبل البطوله قعد مع اللاعبين واي حد عنده خلاف طور صفحه وقال لك احنا داخلين نحقق حلمنا. الحلم هو تحقيق مكان كويس جدا جدا ودخول في المربع ده, ونتمنى عشان كمان قريب منهم في السن يعني اكيد يعني هو كمان هي التجربه المغربيه. تمام, يا ريت يا ريت يا ريت احنا نتعلم منها. يعني عايز اقول لحضرتك هو بان جدا جدا ان لما يكون في نظام ماشيين فيه وموجود فيه اهتمام. انا بنزل المغرب بشوف فيه اهتمام غير عادي بقطاع الناشئين, بشوف دوري منتظم. تمام, بشوف شغل رئيس اتحاد فوزي لقزع. رئيس اتحاد بمعنى الكلمه. رئيس اتحاد
كلنا دلوقتي بنقول المغرب. بنقول المغرب ليه؟ لان في رئيس اتحاد قوي، مفيش سمسرة، مفيش عمولات، مفيش اختيارات خاطئة، مفيش زي يعني حتى في كل حاجة. يعني للأسف انا مش حابب ان انا خلينا يا استاذ محمد، ما هو لا احنا انا هقول لحضرتك على حاجة، احنا زعلان، هو زعلان، احنا لازم نتعلم من الخطأ، وما دام جيت قعدت هنا لازم نعبر برضو عن الناس. صحيح. لازم، لان الناس زعلانة. انا عايز اقول في نقطة، في ناس يقول لك احنا لو كنا موجودين منتخب مصر هناك كنا زماننا دلوقتي مكان السنغال وعملنا. لا للأسف احنا لو كنا رحنا هناك ما كناش كنا هنفشل لسبب واحد، لان ما عندناش نظام. يا ريت نتكلم عن المنتخب المصري بس مش النهارده. خلينا نروح للدار البيضاء كازابلانكا مع الاستاذه سلمى عماري الصحفيه والاعلاميه المغربيه. استاذه سلمى مساء الخير اولا، والف الف الف مبروك هذا الانجاز الرائع وهذا الاداء الاروع اللي قدمه المنتخب المغربي امس امام اسبانيا. مساء النور استاذ عبد الحميد، ومساء النور لكل مشاهدين قناستان، ولكل طبعا الشعب المصري الحبيب. شكرا لك، هذه الفرحه فرحتنا كاملين، مبروك علينا كاملين. تحيه لك وتحيه لكل الضيوف معك لي في الاستوديو. اهلا وسهلا. ازاي عشتوا يعني؟ هل نمتوا امبارح بعد المباراه ولا سهرتوا لغايه الصبح؟ احنا شفنا فيديوهات في السوشيال ميديا وفي القنوات للفرحه الشعبيه العارمه، وايضا جلاله الملك نزل امس في الشارع بسيارته، كان يعني بيشارك الشعب والجماهير هذه الفرحه وهذا الانجاز. والله صراحة أستاذ عبد الحميد، واخا بغينا ننام ما جاناش النوم يعني بهذه الفرحة هذه. وحنا كنشوفوا أيضا فيديوهات ديال الإخوة العرب من كل الدول العربية اللي فرحانين معنا، وهذه الوحدة وهذه المساندة الكبيرة فرحانين بزاف. أيضا المساندة ديال جلالة الملك محمد السادس اللي هو الأب الروحي لكل المغاربة، ماشي سهل أنك تشوف الملك أيضا نازل للشارع بتيشيرت ديال المغرب وفرحان مع الشعب دياله. صراحة كانت فرحة كبيرة 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 بهذا الإنجاز اللي ماشي فقط هو لينا كمغاربة وإنما لكل العرب. صحيح. طيب يعني توقعاتكم للمباراة القادمة مع البرتغال، هل في شعور كده بالرهبة شوية من فريق رونالدو؟ هل شجعكم الفوز على إسبانيا على أنكم تدخلوا هذه المباراة وكلكم أمال وثقة في الفوز؟ والله يعني المنتخب المغربي معروف عليه في المنتخبات العربية أنه دائما كان يقدم أداء جيدا في المونديال. يعني حتى لو رجعنا للوراء لسنة 2018 فالمنتخب المغربي كان قاب قوسين أنه أيضا ممكن أنه يفوز على البرتغال، وكنا غنفوزوا على إسبانيا لأنهم تعادوا معنا في آخر دقيقة وبهدف لهبه لهم الحكم. ولو كان المنطق وكان التحكيم جيدا في كأس العالم 2018 كانت المغرب أيضا على الأقل كنا سنتعادل مع إيران، كنا سنفوز على البرتغال، وكنا سنفوز على إسبانيا، وسنتسيد المجموعة بسبع نقاط. ولكن للأسف ما كانش الحظ إلى جانبنا، أيضا التحكيم كان ظالم المنتخب المغربي سنة 2018 اللي كان أيضا كيضم أسماء كبيرة، واللي من ضمنهم أسماء الآن اللي معانا أيضا في هذا المنتخب الحالي ديال 2022. يعني المغرب أمام المنتخبات الأوروبية فدائما هو يقدم أداء جيد جدا، أداء متميز. بالنسبة للمنتخب المغربي يعني في بقياده وليد الركراكي، شفنا ان ماشي سهل. يعني وليد خدا المنتخب في اقل من 3 اشهر. انك تخلق انسجام بين اللاعبين في هذه الظرفيه هذه، انك تخلق هذا الروح، وكما قال وليد في التصريحات ديالو الاعلاميه احنا عائله واحده، فهذا الشيء ماشي سهل. وشفنا ايضا القتاليه والحب ديال الوطن عند اللاعبين، فهما كيخليهم انه حتى لو كانوا لاعبين كبار في انديه اوروبيه فهما كيعطيو ايضا اكثر بالحب ديالهم والروح، وانهم مصرين انهم يحققوا نتيجه ايجابيه. انا بالنسبه لي المنتخب المغربي فهو لعب نهائيات قبل الاوان. اذا تكلمنا على كرواتيا كانت نتيجه ايجابيه بالتعادل فهو وصيف بطل العالم، تكلمنا على بلجيكا فهو منتخب مصنف الثاني او الثالث عالميا، تكلمنا على اسبانيا فهو كان من بين المرشحين انه ياخذ كاس العالم، ولكن انت لعبتي مع هاد الفرق وكنتي كبير واستطعتي انك تفوز. فانا بالنسبه لي ان كيف ما قال لو تذكر معايا استاذ عبد الحميد وايضا ضيوف البلاطو، كان تصريح جميل لنور الدين مرابط في 2018
2019 لما طحنا ايضا في مجموعه الموت وقالوا لي شنو توقعاتك؟ قال لهم اللي جا بسم الله. فانا بالنسبه لي حتى الان اللي؟ مع المنتخب المغربي اللي جا بسم الله بسم الله. احنا ما دمنا تعادلنا مع كرواتيا وهزمنا بلجيكا وايضا اسبانيا فحتى الان يعني ما غنتخوفناش البرتغال او فرنسا او البرازيل او الارجنتين. انا كل ثقه في اللاعبين انهم غيقدموا كل ما عندهم وايضا ما نساوش اللاعب رقم 12 اللي هو الجمهور المغربي والعربي ايضا اللي كنشكرهم انهم كيساندوا المنتخب وانهم في كل مباراه كيكونوا معاهم. وايضا دوره قطر اللي كان واحد تنظيم ناجح جدا وفخر لنا كعرب كدوله عربيه ان المغرب ايضا حق في هذا الانجاز. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذه سلمى ومره تانية ألف مبروك وديما مغرب. وهطلع من كازابلانكا أروح إلى ألمانيا وأخو شقيق الأستاذة سلمى الأستاذ عادل عماري موجود حاليا في ألمانيا. مساء الخير يا أستاذ عادل، كيف احتفلتم أمس كمغاربة وكعرب بهذا الإنجاز في ألمانيا؟ مساء الخير أستاذ عبد الحميد، مساء الخير المشاهدين، مساء الخير على الضيوف تاعكم. يعني كان واحد الفخر كمغربي او كعربي، كان عندنا فخر هنا نحتفلوا بفوز المنتخب الوطني، يعني انه جعلنا نشعروا بالفخر ونشعروا بالانتماء لهذ الامه العربيه. هذا الانتصار تاع المنتخب الوطني يعني انا كنشوفه من ناحيه كرويه انه كان انتصار ايجابي، ولكن كنشوفه من ناحيه اخرى كنا عرب ان هذا الركراكي والمنتخب الوطني جمعونا كأمة عربية وأمة إسلامية على هدف واحد. صحيح. يعني كيف كنشوفوا كيفاش كانت القمة العربية في الجزائر أنها كانت فاشلة، وهنا جاء المنتخب الوطني وجمعنا كحنا كأمة عربية. يعني من هذا المنبر ومن هذا كنقول أن احنا العرب عندنا مميزات كبيرة وقدون حقه مقدون حقه إيجابيات كثيرة. صحيح. هل تكلمت مع سلمى بعد المباراة؟ نعم تكلمت مع سلمى لايف فيديو، لأن الزوجة أنا تاعي موجودة في المغرب وأنا عندي ثلاث أولاد هنا واحتفلنا في البيت. أنا شفت المقابلة مع الأولاد فأنا استطعنا نعملوا لايف فيديو من المغرب في الواتساب. عشنا الأجواء اللي عاش سلمى والزوجة ديالي في المغرب والعائلة ديالي، يعني كانت أجواء خيالية. طيب. يعني فرحة كبيرة عشنا مع المنتخب الوطني. طيب أنا الأستاذ محمد عصام معايا في الاستوديو وهو صحفي مصري وزوجته السيدة سعاد بن الهاشمي مغربية معايا في الاستوديو، عايز يسألك سؤال، تفضل يا أستاذ محمد. أولا كدير لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيك. لاباس الحمد لله. أنا ما عنديش اللهجة المصرية، عندي صعيبة يعني حاولت. وعلاش علاش صعيبه عليك اللهجه المصريه يا سي عادل؟ يعني سهله. يعني مره انا بسمع سلمى تتكلم لهجه مصريه، يعني تفرجت على دراما مصريه. لهجتنا مقارنه بلهجتكم يعني سهله بزاف. صح. انا كنت عايز بس اسالك على حاجه، بما ان حضرتك في المانيا كنت عايز اعرف ازاي الجمهور الشعب الالماني تقبل ردود الافعال، بمعنى اصح الشعب الالماني على خروج المنتخب، وهل يعني كان في شويه ما فيش تعاطف من الشعب من الجمهور العربي تجاه منتخب المانيا بعد الموقف الاخير؟ فكنت عايز اعرف بس ردود الافعال هناك في المانيا عامله ازاي. ردود الافعال انه بعد اقصاء المنتخب الالماني يعني كانت ردود افعال قاسيه من الجمهور الالماني على المانشافت، يعني على ما يقولوا للمانشافت، يعني انهم قالوا انتم رايحين تلعبوا كره مش رايحين تعملوا سياسه. يعني الجمهور الالماني يعني هو الجمهور ما تقبلش الصوره اللي عملها المنتخب الالماني في قطر من حيث لقطه، لانه قالوا لازم يكون احترام للدول الاخرى. يعني كانت ردود يعني كانت 70-80% من الجمهور الالماني اللي كانوا ضد الفكره، وانهم يعني كانت نقطه سلبيه على المنشط. دي حاجه كويسه جدا. ناوي تتفرج على المباراه القادمه مع البرتغال مع اصدقائك ولا مع مين من العائله؟ انا اتفرج مع العائله لان زوجي ان شاء الله تيجي يوم الجمعه، وانا وعدت الابن بتاعي بنشوفه يوم السبت مجموعين ان شاء الله. ان شاء الله مجموعين على الخير. وديما مغرب
ديما مغرب ديما مغرب. شكرا على الاستضافه. نعم طب لحظه واحده تفضل الاستاذه سعاد عايزه تسالك سؤال. اول حاجه السلام عليكم. السلام عليكم اختي سعاد. ومبروك عليكم ومبروك علينا. الله يبارك علينا وعليكم كاملين وعلى الامه العربيه الاسلاميه. يا اكيد اكيد وان شاء الله يا رب ان شاء الله نربحوا ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله. ضروري ان شاء الله. انا عندي امل في هذا المنتخب نروحوا بعيد. كانت نتيجه ايجابيه نقولوا مرحبا ان شاء الله هذا اللي نتمناو. كانت ماشي مشكل ان شاء الله كيف ما كانت نتيجه سلبيه نصفقوا لهذا المنتخب لانه أكيد. حقق لنا واحد الامنيه كبيره اللي كنا كنسناوها اكيد فرحنا. مده طويله هي ان نكون العرب مجموعين على هدف واحد وهذا هو اللي كانت الغايه الاستفاده الكبيره اللي استفدناها من هذا الكاس العالم. يعني احنا ما كاينش فرق بين سعودي ولا مغرب صح. ولا جمعنا كاملين كعرب تونسي. يعني احنا امه واحده وعائله واحده كيقول الغربي احنا عائله عربيه واحده صحيح. يعني صحيح. هذا هو الهدف وهذا هو الخلاصه اللي نستنتجوها من كاس العالم. راه ما ديناش كاس العالم دينا ايجابيات بزاف. تعرفنا كاملين على كعرب. شكرا شكرا جزيلا الاستاذ عادل عماري والاستاذ سلمى عماري. عادل في المانيا وسلمى في المغرب. واعود الى الاستاذ محمد عصام والسيده سعاد بن هاشمي. لو فاز المنتخب ان شاء الله على البرتغال هتعملي لنا ايه بقى في الاكلات المغربيه؟ اللي حضرتك عايزه اطلب وتمنى. وبغيت بسطيلة بغيت بولفاف بغيت بولفاف اياه مرحبا بسطيلة باش بالدجاج. بغيتي بسطيلة بالدجاج ولا بالحوت؟ بحال بحال اللي بغيتي. ماشي مرحبا. وشنو ثاني؟ بغيتي الصفا كده يتفرجوا في الفيديو قال لك اديله بالترجمه. بغيتي الصفا الصفا بالشعريه. عندي ايوه عندي الصفا بالشعريه. لحم بالبرقوق البرقوق لحم بالبرقوق أيه؟ ولكن مش بحال الطنجيه. لا الطنجيه خطيره كتصايب عادي كنديروها كنديروها عادي. شنو ثاني؟ الرفيسه. الرفيسه فكريني بها. الرفيسه هي كدار بالمكشه ولا لا 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 هي المسمن 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 وكتقطع وكدير عليه الدجاج دجاج بلدي بنا دجاج لا دجاج دجاج بلدي بالعدس والحلبه. يمكن ما كليتيهاش. لا كليتها كليتها ياك صافي ماشي مشكل ندخلو حتى في المنيو ديالنا صافي اللي بغيتي. المهم قول لي المنيو اللي بغيتي. انا فاهم اللي البالي. لا هو انا هو انا عارف اللي بغيتي. تجي تكون مغربيه انا. لا تبارك الله عليك 10 على 10. لا صافي نزلتي المغرب اكيد ما غاديش يقولوا لا لا ما يقولوش. لا لا تبارك انا راجل متي نزلت يقول لهم كي داير لاباس صافي وتوقف صافي هو كده. بارك عليك بارك احلاتي كده وكلمه واخا في الاخر. واخا واخا اهم حاجه تقول واخا. يعني اهم حاجه واخا واخا عشان تمشي تمشي الدنيا قول غير واخا 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 واخا. هشام بيسال واخا يعني ايوه كويس. ايوه يعني صافي مزيان. هو هناك هناك يعني هقول لحضرتك على انا لما بروح المغرب بفضل ان انا اتكلم باللغه المصريه. عايز اقول لحضرتك بتكلم باللغه المصريه الاقي اخد حلويات مجانا طبعا طبعا. اقل بيعيش ببلاش عايش فابور. ممكن اروح احلق ما يرضاش ياخد مني فلوس. صحيح. يعرفوا بس ان انا اتكلم باللغه المصريه. ويعتقدوا انك انت ابن عم عادل امام. ممكن. كل شيء كيسول كدير سي عادل امام لاباس عليه. انا عندي لهم جوز خالتي. خلاص في مره الجايه غادي نقول ليها انا من العائله. عم راجلي من العائله. انا تفضل عايزتي معلش هدف بس حاجه تفضل. هو اللي وصلنا يمكن برضو اللي احنا وصلنا له ده كمنتخب مغربي. احنا عندنا شعار شعار عندنا مغربي معروف الله الوطن الملك. يعني الوطن ده معناه وطنية لا. معناه حب لا. البلد معناها لازم نقطع نفسنا وموت نفسنا علشان نجيب نتيجة حلوة. كمان الجماهير احنا عندنا الجماهير كان صحيح. موجود 2040 2040 متفرج مغربي. ناس جت على فكرة من المغرب. في ناس كتبت 2040 في المغرب في قطر. في قطر كانوا بيشجعوا 2040 لا في جاليه مقيمه 2000. مغربيه هي اضلها تقول لك في جاليه كانت مقيمه في لا قطر. لا بس في ناس كتيره سافرت ناس كتيره كتيره. في ناس كتبت على فكره في الشوارع. في ناس كتبت في الشوارع. ناس كانت على فكره بتمشي 80 كيلومتر كل يوم علشان تحضر المباراه. ده كله على فكرة يعني في الماتشات بتسمع دايما المغرب والمغرب. يعني في تشجيع كبير. وعلى فكرة عايز أشكر برضو عايز أشكر جلالة الملك محمد السادس إن
شجعنا اكيد وبيشجعنا دايما كمنتخب او كشعب مغربي. نزل امبارح هو والامير مولاي رشيد برضو كان برضو نازل بالتيشيرت المغربي. وعايزه برضو اشكر الامير قطر والشيخ موزه ان هو خلى الناس تدخل عشان كانت في مشكله في التذاكر لحضور الماتش. خلى الناس تدخل كمغاربه يدخلوا بالباسبور المغربي جواز سفر مغربي. واكيد اشكرهم كانوا بيشجعوا كل ماتش كانوا بيشجعوا المغرب يرفعوا العلم المغربي. دي برضو بس حاجه المفروض يعني الاستاذ محمد ياخدك ويروح يروح يتفرجوا على الماتش في الدوحه. ايه رايك كده تدبيل؟ ايه رايك فين كده تدبيل؟ انا جاي يعني ايه اعمل خير. لا انا عايزين بس مره جاي نتفرج بره البيت كده عشان لا لازم تاخدها في الكافيه عشان حرام عليك. ما هو احنا يعني ان شاء الله كوبايه الشاي ب 2 جنيه يعني المباراه. لا جديد بقت ب 3. جيب معاك كوبايه ومشي وكل. هو عامه المنتخب المغربي هو اللقاء عامه اللي جاي ده اكيد هيكون لقاء صعب. طبعا احتمال كبير النهارده طبعا كلنا سمعنا كريستيانو رونالدو انقطع عن التدريب بتاع المستبعدين. توقعاتكم ايه بقى؟ توقع ان شاء الله قول لي النتيجه. النتيجه حاسس ان هو 1-0 للمغرب ان شاء الله. 1-0 للمغرب ان شاء الله بغض النظر عن النتيجه، لكن ان المغرب بقول انتم المغرب فعلا شرفتونا. شكرا جزيلا والف مبروك مره ثانيه الاستاذه سعاد بن الهاشمي والاستاذ محمد عصام. مبروك لينا كلنا كعرب. مبروك لينا وشكرا. قبل ما انهي الحلقه كان في اسئله بتدور حوالين مشروع قانون الاجراءات الضريبيه الموحد المقدم من الحكومه للبرلمان، وبالذات حوالين سرية بيانات عملاء البنوك المصرية. من شوية البنك المركزي طلع بيان بخصوص هذا الأمر، وأكد أنه مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة لا يمس سرية حسابات العملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها. أيضا البنك المركزي أكد على أنه مشروع القانون يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وأنه ده سيتم تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والذي تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016. بكده تنتهي حلقة النهاردة من رأي عام. نشوفكم بكرة بإذن الله. تصبحوا على خير.